الأصدقاء الأعزاء، مساء الخير، مرحبا بكم في هذه الحلقة من نادي الحوار السياسي التي اخترنا لها بموافقتكم طبعا هذا الموضوع، موضوع إشكالية الجودة في المنظومة التعليمية. وأنتم تعلمون أن إشكالية الجودة هو مدخل عملي لتقييم الإصلاح الذي يمارس اليوم في مجال التربية والتكوين، ولمحاولة الوقوف عند نتائجه بطريقة ملموسة في المستويات، مستويات التعلم والتكوين والمعرفة التي يحققها في أرض الواقع. اخترنا هذا الموضوع ونحن نعرف أن إشكالية الجودة بقدر ما هي إشكالية أساسية فهي أيضا مفهوم ملتبس وغير دقيق، وإن كان كإشكالية هو موضوع حساس ومثير وقابل لرؤى مختلفة وأحيانا متناقضة. هناك بالطبع إشكالات تتعلق بكيفية تحقيق الجودة، إشكاليات مرتبطة بتمويل التعليم، بتكوين الأطر، بتكوين المؤسسات المستقبلة للمتعلمين، بالإصلاح الذي يهم البيداغوجيا والإشكاليات التي يطرحها. وهناك بالطبع واقع تعكسه بعض الأرقام، فهناك مثلا ترتيب دولي يصدر كل سنة أو سنتين ربما، وهذا الترتيب يقول لنا أين نوجد في السلم فيما يخص إشكالية الجودة. والترتيب الأخير، آخر ترتيب طلعت عليه على كل حال، يضع المغرب في المرتبة 58 من أصل 85 دولة. قبله توجد عدد من الدول العربية مثل مصر والإمارات والسعودية، وفي مواقع بعيدة جدا عن هذه المرتبة. لكن بغض النظر عن الأرقام، في نظري المتواضع ولو أني لست مختصا في الموضوع، ولكن من خلال متابعتي فإن يعني بعيدا عن الأرقام فإن الأمر الأكثر أهمية هو إحساس الناس بوضعية التعليم، كيف يحسون بهذه الوضعية في علاقتهم بأبنائهم، في علاقتهم بالمتعلمين في العائلة وفي المجتمع. وهنا من الممكن أن نعثر على انطباعات بين مزدوجتين متفاوتة. هناك من يقف عند المتحقق من الجودة في بعض القطاعات، وهناك من يقف عند الفراغات المهولة التي توجد في حلقات التعلم بالنسبة لأطفالنا وليافعينا. وبكل تأكيد فإن هذه الإشكالية تطرح نفسها بقوة عندما نلمس أولا سرعة التعلم والإشكالية التي تطرح هذه السرعة. هناك بطء كبير في التعلم، ونحن نعرف أنه منذ عقود طرحت مثلا قضية تعلم اللغة العربية. أتذكر تدخلا لدكتور عبد الله العروي يتساءل فيه لماذا بعد 3 سنوات من التعلم في اللغة الفرنسية يستطيع الطفل أن يكتب ويتكلم باللغة الفرنسية، بينما بعد ضعف هذه السنوات
في اللغة العربية لا يستطيع الطفل أن يكتب بطلاقة وأن يتكلم بطلاقة اللغة العربية. وبناء على هذه الملاحظة كان اقترح فكرة أساسية تتعلق بإصلاح تعلم اللغة العربية، إصلاح الإملائي والإصلاح اللغوي والإصلاح النحوي. ومن ضمن هناك اقتراحات كثيرة كان قد قدمها في محاضرة له بهذا الخصوص. والنقطة الثانية بعد البطء في التعلم هو أيضا عدالة الجودة. هناك مدارس أفضل من مدارس، ومدن أفضل من مدن، ومدن أفضل من قرى، ومؤسسات أفضل من مؤسسات. وأحيانا في هذه التفاوتات الخطيرة يعثر المرء على مناطق يمكن أن نعتبرها تنتمي لقرن ماض وليست لعصرنا الحالي، بينما هناك في رأس حربة في التعليم مناطق تحقق أرقاما مدهشة في مثلا في المباريات التي تمكن من الولوج إلى المدارس الهندسية الكبرى في بلدان أجنبية. الشيء الذي يصل إلى ببعض الناس إلى القول بأن المدرسة المغربية أفلحت في أن تنتج أحسن ما يمكن وأسوأ ما يمكن في نفس الوقت. كل هذا بطبيعة الحال نحن نقول فيه الآن كلاما عاما على سبيل التقديم فقط وأسمعكم كذلك، لكننا دعونا الأستاذ عبد الناصر الناجي وهو خبير تربوي ومهتم بهذه الإشكالية في مختلف تجلياتها ورئيس مؤسسة أماكن لجودة التربية والتعليم، طلبنا منه تأطير هذا النقاش الذي سنقوم به اليوم بتقديم بعض ملامح هذه الإشكالية والأسئلة التي تطرحها والقضايا التي عالجتها جمعية تهتم بالجودة والقضايا التي طرحتها في هذه المعالجة. لذلك سأطلب منه في مستهل هذا اللقاء أن يتفضل بتقديم عرضه التأطيري ثم نفتح المناقشة فيما بعد ذلك. شكرا. أستاذ عبد الناصر الناجي تفضل. شكرا جزيلا سي الأشعري على هذا التقديم. أشكر أيضا مؤسسة عبد الرحيم وعبيد على هذه الضيافة وعلى هذه الدعوة، وأشكر نادي الحوار السياسي على دعوتي لتقديم هذا العرض المتعلق بإشكالية الجودة في المنظومة التعليمية، كما سبق أن أكد ذلك الأستاذ الأشعري. مسألة الجودة هي مسألة معقدة مركبة تتدخل فيها عوامل متعددة وتحتاج إلى مقاربات أيضا مركبة للإحاطة بهذه الإشكالية والوصول إلى حلول تقارب هذه الإشكالية من جميع الجوانب وتستطيع أن تعطي حلا لمعضلة أزمة المدرسة المغربية. هذا العرض سأتناوله من ثلاث زوايا. الزاوية الأولى هي محاولة لتقديم الأعراض، ماذا نعني بأزمة التعليم بالمغرب، ما هي أهم مظاهر هذه الأزمة، ثم في لحظة ثانية سأحاول أن أشرح الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة وكيف يمكن للجودة أن تقدم حلولاً لمعالجة الأعراض وأيضا معالجة الأسباب العميقة. وهذه الحلول هي التي سأقدمها في مرحلة ثالثة أو
سأحاول أن أقدم المسارات الممكنة لتعبيد الطريق نحو جودة المنظومة التعليمية. كمقدمة، هذه الصورة المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي صحيح أنها كاريكاتورية تتحدث عن المنظومة التعليمية كأنها منتجة لجميع الأزمات، أزمة المجتمع، وأن المدرسة هي المتسببة في الأزمة التي يعاني منها المجتمع والتي تتمثل في هذا القارب الذي يحاول أن يهرب من واقع متأزم في بلده لينتقل إلى بلد آخر يرجو أن يجد فيه ضالته. أزمة المجتمع المتمثلة في هذا القارب هي نتيجة لأزمة المنظومة التعليمية. طبعا هناك عوامل أخرى مسببة لهذه الأزمة، ولكن تبقى المنظومة التعليمية هي السبب الأساس في نظري. وأزمة المنظومة التعليمية تعود إلى أزمة جودتها، لأننا منذ الاستقلال ركزنا على الولوج إلى المنظومة التعليمية ولم نركز أبدا على جودة هذه المنظومة وكيف يمكن لها أن تنتج مواطنا قادرا على الاندماج في المجتمع بكل فعالية. حل إشكالية الجودة من وجهة نظري هو الشرط الأساسي لحل أزمة التعليم، وحل أزمة التعليم طبعا يبقى جزءا أساسيا من حل أزمة المجتمع. والأطروحة هنا هو أنه إذا استطعنا أن نحقق جودة المدرسة فربما سنستطيع أن نحقق جودة المجتمع. أبدأ بالأعراض الأساسية لأزمة المنظومة التعليمية. ربما العرض الأول وهو الذي يظهر للعيان ويظهر في هذه المسابقات الدولية التي يشارك فيها المغرب مثل تيمز وبيرلز وبيزا التي تركز على جودة مخرجات المنظومة التربوية وهي مدى التحكم في الكفايات المتضمنة في منهاج معين. طبعا بالنسبة لكل بلد هناك منهاج دراسي يحدد مجموعة من الكفايات التي ينبغي أن تكون عند المتعلم في نهاية كل مستوى دراسي وفي نهاية كل سلك دراسي. كيف يتحكم هؤلاء التلاميذ في هذه الكفايات وما هي نسبة المتحكمين في الكفايات الأساس؟ تقول لنا هذه الدراسة الدولية، وهنا فقط نموذج من هذه الدراسات يركز على القراءة، لأن تعلم أن هذه الدراسة الدولية تركز على ثلاث مواد دراسية: القراءة والحساب والعلوم. في مجال القراءة سواء تعلق الأمر في الابتدائي أو في التعليم الثانوي، فإذا أردنا أن نحدد مستويات لتحكم التلاميذ في الكفايات من حسن جدا إلى ضعيف جدا، التلاميذ المغاربة غير موجودون في الدرجات المتعلقة بمستحسن وحسن وحسن جدا. بمعنى آخر أن 100% من التلاميذ المغاربة في مستوى لا بأس به أو أقل، وعندنا 94% من التلاميذ المغاربة إما متوسط أو أقل من المتوسط، 21% فقط متوسط والباقي إما تحت المتوسط ضعيف أو ضعيف جدا. العرض الثاني وهو مرتبط بالعرض الأول هو نسبة استكمال الدراسة. يدخل التلميذ إلى المدرسة في التعليم الابتدائي ويتوقع أن هذا التلميذ على الأقل يحصل على شهادة البكالوريا. نسبة استكمال الدراسة بالنسبة للتعليم الإلزامي إذا أخذنا احتسبنا سنوات الدراسة بدون تكرار، وهذا رقم معبر جدا، أن 26.2% سنة 2020 استطاعوا إكمال التعليم الإلزامي بدون تكرار. أما بالتكرار فقد وصلت
هذه النسبة إلى حوالي 60%، بالضبط 61.4%. بمعنى آخر أن 39% يغادرون المدرسة دون الحصول على أي شهادة، لأنهم المفروض أن التعليم الإلزامي هو الحد الأدنى من التعلمات بالنسبة لأي مواطن، وأن 39% لا يستطيعون إنهاء التعليم الإلزامي. العرض الثالث مرتبط بنسبة استكمال الدراسة ونسبة التكرار. نسبة التكرار في التعليم المغربي مرتفعة جدا، في خاصة في التعليم الإعدادي، لأنها تقريبا في حدود 20%، انخفضت فقط في بمناسبة كورونا، لأننا حاولنا أن ننجح التلاميذ بشكل قصري ووصلت إلى 11.5%، في حين أن المعدل هو تقريبا 20% وبلغ سنة 2022 25%، وهذا النسبة في الحقيقة تغطي الرقم الحقيقي، لأننا نحاول إنجاح التلاميذ بدون استحقاق ويبقى في بهاجس الاحتفال بالتلاميذ في المنظومة التربوية، فإننا ندفعهم إلى التكرار عوض أن يخرجوا من المدرسة، وهذا يحيلنا إلى نسبة الانقطاع. انقطاع عن الدراسة، لك أرقام طبعا معروفة، 300,000 تلميذ ينقطعون عن الدراسة، بمعنى يخرجون من المدرسة في التعليم الابتدائي أو التعليم الثانوي. وإذا أخذنا تراكم هذا العدد فنجد أنه أكثر من 600,000 تلميذ طفل هم خارج المدرسة، لأن هذا الرقم يعطينا هذا الرقم السنوي، يعني كل سنة عدد المنقطعين، ولكن عدد المنقطعين من سنة إلى أخرى يتم هناك تراكم ويصبح العدد يفوق 600,000. ولكن هذه السنة سنة 2023 كان العدد هو 350,000، رغم أن الرقم الذي صرح به وزير التربية الوطنية مؤخرا هو أقل من 300,000، وهذا يغطي محاولات الوزارة في كل سنة محاولة إرجاع التلاميذ الذين ينقطعون تالي التغطية على الرقم الحقيقي، ثم طبعا توصية المديرين ومدير المؤسسات عدم فصل التلاميذ رغم أنهم يستحقون أن يخرجوا من المدرسة بفعل النتائج التي يحصلون عليها. والإشكال الكبير هو نسبة النجاح، نحاول أن ننفخ في نسب النجاح كل سنة. كل سنة إذا لاحظتم أن في البكالوريا كل سنة هناك ارتفاع في نسب النجاح عن السنة السابقة، خاصة لأن كما لو أن وزارة التربية الوطنية تعتقد بأن صورتها هي في هذه النتائج، نتائج البكالوريا، كل ما كانت النتائج مرتفعة كل ما كانت الصورة جيدة بالنسبة لوزارة التربية الوطنية بغض النظر عن الاستحقاق. وتعلمون أن السنة الماضية كانت سنة استثنائية، لأن 4 شهور تقريبا لم يدرس التلاميذ بفعل الإضرابات، ورغم ذلك ارتفعت نسبة النجاح ووصلت إلى 84%، لأن النسبة التي أعلن عليها نسبة مضللة، لأن منذ سنوات ونحن نحتسب نسبة النجاح بقياسا للمتمدرسين الذين يجتازون البكالوريا وليس لا نحتسب الأحرار. هذه السنة احتسبوا الأحرار لكي تنخفض نسبة النجاح، في حين أن نسبة النجاح هي الحقيقية هي 84%. نفس الشيء يمكن أن يقال على الإعدادي ثم على التعليم الابتدائي. من الأعراض أيضا هو المردودية الخارجية للمنظومة التربية، وطبعا هنا لا نتحدث عن التعليم المدرسي ولكن نتحدث أيضا عن التعليم العالي. نسبة البطالة في صفوف خريج المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح وصلت إلى 18.7%، ونسبة البطالة في صفوف خريج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود 8.5%. ويمكن القول بأن المغرب في وضعية استثنائية فيما يتعلق بنسبة البطالة، ربما يدخل هذا في استثناء المغربي، فنسبة البطالة في دول أخرى تكون مرتفعة لدى
لدى الشباب غير المتمرسين الذي ليس لهم دبلوم ولا شهادة، ولكن العكس الذي يحصل بالنسبة للمغرب، نسبة البطالة لدى خريجي التعليم العالي هي أعلى من نسبة البطالة لدى باقي أفراد المجتمع. ولكن المؤشر المعبر أكثر على وضعية على أزمة المنظومة التعليمية هو المؤشر الذي أمامكم، السنوات المتوقعة للتمدرس معدلة بجودة التعلمات. عندما يدخل الطفل إلى المدرسة اليوم نتوقع أنه سيدرس إلى غاية البكالوريا قياسا إلى نسب التمدرس التي موجودة لدينا، ولكن هذه النسبة عندما نعدلها بجودة التعلمات، وهذا مؤشر ابتدعه البنك الدولي، يقيس السنوات المتوقعة للتمدرس بجودة هذه الشهادات، الشهادات في كل منظومة تربوية، قياسا إلى نسبة تحكم التلاميذ في الكفايات. ويعتمد هذا المؤشر بالاستناد إلى الدراسات الدولية والمسابقات الدولية، خاصة تيمس وبيرس وأيضا بيزا. نجد بأن المغرب بدل أن تكون سنوات تمدرس المتوقعة والمعلن عليها هي 10.5 المتوقعة بمعدلة بجودة التعلمات هي 6.53 فقط. بمعنى آخر أن الحاصل على البكالوريا اليوم هو فقط في مستوى السنة الأولى إعدادي وليس حاصلا على البكالوريا. وهذا طبعا المدرسون يلمسون ذلك من خلال مستوى التلميذ عندما يدخل إلى الفصل الدراسي ويأتي من مستوى دراسي معين، فنجد بأنه لا ليست لديه المهارات والكفايات التي تعادل ذلك المستوى الدراسي. وزارة التربية الوطنية عندما أجرت اختبارا للتلاميذ المغاربة في سن في مستوى السنة الخامسة ابتدائي، وجدت أن 80% لا يستطيعون قراءة نص بسيط باللغة العربية، ولا يستطيعون القسمة، يعني في رقم بسيط 16/4 ربما لا يستطيعون القسمة. وبالتالي فهذا يعكس هذا المستوى الحقيقي للمنظومة التربوية. من الأعراض الأخرى هو ازدواجية المنظومة التربوية بين عمومي وخصوصي. أمامكم تطور حصة التعليم الابتدائي الخصوصي بين سنتي 2015 و2023، بحيث هذه النسبة وصلت إلى 18.5% سنة 2023 بعدما كانت فقط 14.5% سنة 2015، وهذا يعكس التطور 14.5 وأصبحت 18.5، يعني 4 نقاط في حوالي 7 سنوات، وهذا يعكس تطور التعليم الخصوصي الذي لا يعيقه إلا عامل واحد هو القدرة الشرائية للمواطنين، لأنهم لا يستطيعون أن يذهبوا إلى التعليم الخصوصي لأنهم ليست لهم القدرة المالية لكي يذهبوا إلى التعليم الخصوصي، وإلا وجدت هروبا جماعيا للمواطنين من التعليم العمومي إلى التعليم الخصوصي. أعطيكم رقم فقط، هو أن التعليم الخصوصي بنى ما بين السنة الماضية والسنة التي ما قبلها 333 مؤسسة، في حين أن وزارة التربية الوطنية لم تبني سوى 224 مؤسسة. وهذا يعني بأن الطاقة الاستيعابية للتعليم الخصوصي قادرة على استيعاب المزيد من المتمدرسين في التعليم الخصوصي، تنتظر فقط القدرة الشرائية أن تستجيب لهذه الغاية. التعليم الخصوصي هو أيضا يخدم التعليم العمومي من جانب العبء المالي الذي يخففه على الدولة، حيث أنه يخفف ما يعادل 20% من إنفاق الدولة على التعليم، تقريبا 12 مليار السنة الماضية، 12 مليار درهم السنة الماضية هو العبء المالي الذي يخففه التعليم الخصوصي على التعليم العمومي. وبالتالي الدولة لها مصلحة أيضا في التعليم الخصوصي.
ويضخ أيضا مليار درهم من المداخل الضريبية في ميزانية الدولة، علما بأنه كمستثمر كان ينبغي أن يضخ أكثر من هذه الميزانية. من الأعراض أيضا هو الظاهرة، وأقول الظاهرة بين العموم والخصوصي، فيما يتعلق بجودة التعلمات. سنة 2019 بلغ تفوق تلاميذ التعليم الخصوصي على العمومي في المتوسط 30 نقطة في السنة السادسة ابتدائي، و 60 نقطة في السنة الثالثة إعدادي، و 82 نقطة في اللغة الفرنسية، وهذا أعلى فارق موجود ما بين التعليم الخصوصي والتعليم العمومي، بعدما كان هذا الفارق سنة 2016 33 نقطة. بمعنى آخر هناك اتساع للهوة مع مرور الزمن بين التعليم الخصوصي والتعليم العمومي فيما يتعلق بجودة التعلمات. وهذا الفارق في النتائج بين المدارس الخصوصية والمدارس العمومية ليس حكرا على المغرب، هو موجود في جميع الدول تقريبا، وحتى في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. لكن هذا الفارق تفسره عوامل اجتماعية واقتصادية، بحيث أن المتمدرس في التعليم الخصوصي له خصوصيات، له خصائص اجتماعية معينة تمكنه من التفوق عن المدارس العمومية التي تكتظ بالمتمدرسين من أوساط اجتماعية ضعيفة. الفارق الإجمالي لصالح تلاميذ المدارس الخصوصية كان هو 19 نقطة في كوريا الجنوبية، وهذا أضعف فارق موجود في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكنه في دول أخرى هناك فروق صارخة وصلت إلى 102 نقطة في البرازيل. الفارق في المغرب هو 35 نقطة. إذن إجمالا بالنسبة للأعراض الأساسية لأزمة المنظومة التعليمية، السنوات المتوقعة للتمدرس معدلة بجودة التعلمات ضعيفة جدا، نسبة التلاميذ المتحكمين في الكفاءات الأساس ضعيفة، نسبة استكمال التمدرس تبقى أيضا ضعيفة خاصة بدون تكرار، نسبة الهدر المدرسي مرتفعة، نسبة البطالة أيضا مرتفعة، عندنا منظومة تعليمية مزدوجة. إذا أضفنا إلى ذلك خسائر التعلم المرتبطة بوباء كورونا والتي أدت إلى انخفاض رصيد التعلمات لدى المتعلمين والمتعلمات، نصل إلى خلاصة هي أن المنظومة التربوية لا تستطيع إنتاج الجودة فيما يتعلق بالمخرجات، هناك ضعف في جودة المخرجات، والمؤسسة التعليمية لا تستطيع التأثير في هذا المعطى. بمعنى آخر أن التلميذ عندما يأتي بخصائص معينة إلى المؤسسة التعليمية، المؤسسة التعليمية لا تستطيع أن تؤثر في هذه الخصائص وتنتج لنا متعلما قادرا على التعلم بالكفايات الضرورية والكفاءة الضرورية. هنا أمثلة مستقاة من تقرير للهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تأثير المدرسة في السنة السادسة ابتدائي تقريبا نصف نصف، ولكن عندما نذهب إلى المستوى الإعدادي يصبح تأثير المؤسسة شبه منعدم، يعني ضعيف جدا، يعني كيوصل حتى ل 28%، هذا هو الأقصى، ثم 17% لحد الأدنى. هذا يعني بأن التلميذ إذا كانت له مؤهلات فهو يستطيع أن يتميز في المؤسسة التعليمية، وإذا لم تكن له مؤهلات فلن يستطيع أن يتدارك كل العوائق التي يأتي بها إلى المؤسسة التعليمية، لأن المؤسسة التعليمية لا تتوفر على جميع الإمكانات والمؤهلات التي تجعل منها تلك المؤسسة قادرة على أن تقوم بأدوارها. وبالتالي هنا نطرح إشكالية الجودة في المنظومة التعليمية. طرحت مسألة جودة المخرجات. هذه الجودة، جودة المخرجات، مرتبطة بثلاث عوامل. العامل الأول هو النقص على مستوى المدخلات. عندما يأتي المتعلم إلى المؤسسة التعليمية هناك نقص على مستوى تعلماته، وهذا راجع إلى سياسة الإنجاح دون استحقاق، لأنه ينتقل من مستوى دراسي إلى مستوى آخر دون أن يكون قد تمكن من الكفايات التي تؤهله لكي ينتقل إلى هذا المستوى. وبالتالي رغم كل النوايا الحسنة للمدرس
ورغم حتى ولو كان مدرسا مؤهلا لا يستطيع أن يوصل هذا التلميذ إلى مستوى أفضل، لأنه هناك نقص على مستوى المدخلات. ضعف فعالية السيرورات يعني داخل البروسيسوس داخل المؤسسات التعليمية، خاصة البروسيسوس بيداغوجيك أو السيرورات البيداغوجية، غير قادرة على التغلب على هذه العوائق التي يأتي بها التلميذ إلى المؤسسة التعليمية. وبالتالي فداخل المؤسسة إذا انطلقنا من الفرضية، وهذه فرضية ممكن اعتبارها مسلمة، أن المنتوج التربوي اللي هو التلميذ اللي اعتبرناه هو المنتوج، فهو حصيلة لاشتغال المؤسسة التعليمية. كلما كانت المؤسسة التعليمية مشتغلة بشكل جيد كلما أعطتنا منتوجا جيدا، ولكن هذه المؤسسة التعليمية توجد داخل منظومة تعليمية. هذه المنظومة التعليمية طبعا داخل المؤسسة التعليمية يوجد المتعلم في علاقة مع المدرس، وهذه العلاقة الجدلية بين المتعلم والمدرس هي التي تعطي هذه الجودة التي نبحث عنها. وإذا كانت خصائص المتعلم تمكن من تحفيز هذه الجودة والوصول بها إلى أعلى مستوى، وإذا كانت للمتعلم أيضا حوافز للتعلم، لأنه أيضا المتعلم ليس مادة صماء، المتعلم هو شخص حي يتفاعل مع المدرس ويتفاعل داخل المؤسسة التعليمية. إذا لم يتفاعل بالشكل المطلوب فلن تكون هناك جودة داخل المؤسسة التعليمية. إلى جانب المتعلم هناك المدرس الذي ينبغي أن يكون مؤهلا وأن يكون لديه تكوين مستمر لكي يواكب المستجدات، وأن يكون طبعا محفزا هو أيضا ويعيش في وضعية سليمة وله مسار مهني محفز. كل هذه العوامل إذا اجتمعت يمكن أن تعطي لنا نواة هي نواة الفصل الدراسي لتحقيق هذه الجودة. ولكن هذه النواة موجودة في مؤسسة تعليمية، هذه المؤسسة التعليمية أيضا فيها على الأقل عاملين مؤثرين. العامل الأول هو بيئة التعلم، المؤسسة التعليمية بيئة للتعلم، الحياة المدرسية إلى غير ذلك من الأمور. هل تتوفر الشروط والظروف الضرورية لكي نتمكن من تحقيق هذا الفعل التربوي ذي الجودة داخل الفصل الدراسي؟ ثم التدبير، يمكن أن تجد مؤسستين تعليميتين في وسط واحد في نفس المواصفات، ولكن هذه المؤسسة متميزة وهذه المؤسسة غير متميزة، لأن المدير المؤسسة ولأن التدبير داخل المؤسسة يمكنه من أن يحقق هذه الجودة المطلوبة. إذن ولكن هذه المؤسسة قلنا الفصل الدراسي داخل المؤسسة، وهذه المؤسسة التعليمية هي داخل هذا الإطار العام الذي يتكون من إطار مؤسساتي في مؤسسة تدبر هذه المؤسسة الخالية هي المؤسسة التعليمية، هي وزارة التربية الوطنية بجميع تفرعاتها، أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مديريات الإقليمية، ثم الإطار الاقتصادي الذي يعني تمويل هذه المؤسسة التعليمية، وهل لدينا ما يكفي من الموارد المالية لكي نحقق مستوى الجودة المطلوب، علما بأن الموارد المالية رغم أهميتها يمكن أن تجد دولة في نفس مواصفات الاقتصادية للمغرب ولكنها متميزة أفضل من المغرب، لأنها تستطيع أن تدبر هذه الموارد على قلتها بالشكل الأمثل الذي يمكنها من تحقيق النتائج المرجوة. ثم الإطار الاجتماعي، نحن في مجتمع له خصائصه ينبغي أخذها بالاعتبار. وأخيرا الإطار التشريعي، من حسن حظنا أن لدينا إطار تشريعي اليوم متمثل في قانون إطار لأول مرة في المغرب، لدينا قانون إطار ملزم بين قوسين، لأنه لحد الآن لم نجد صدى لهذه الإلزامية. على الأقل هذه خطوة في اتجاه مأسسة الإصلاح داخل المنظومة التربوية. الأسباب الظاهرة لأزمة الجودة، هناك الأصول الاجتماعية اللي هو بين العمومي والخصوصي. 71% من تلاميذ الخصوصي ينتمون إلى الخمس الأعلى من المؤشر، في حين أن 21% فقط يوجدون في العمومي، وهذا معروف لأن المدرسة العمومية اليوم بين قوسين هي مدرسة الفقراء، مدرسة الخصوصية هي مدرسة الأغنياء أو على الأقل طبقة متوسطة أعلى.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أثبتت بأن هناك تأثير حاسم للوضعية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على الفوارق المسجلة بين التعليم العمومي والخصوصي. عندما قارنت التعليم العمومي بالتعليم الخصوصي دون تأثير هذه الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فالمدارس العمومية أصبحت أفضل من المدارس الخصوصية. في المغرب كان الفارق 14 نقطة وأصبح 40 نقطة لصالح المدرسة العمومية، بمعنى إذا أخذت نفس الفصيلة بين قوسين الشريحة الاجتماعية، دخلت المدرسة العمومية ودخلت المدرسة الخصوصية، فهذه المدرسة العمومية تصبح أفضل، نتائجها أفضل من المدرسة الخصوصية. وهذه معروفة لأن هذاك المتعلم اللي كيمشي للمدرسة الخصوصية أولا هو من شريحة اجتماعية أعلى، ثانيا الآباء والأمهات يتابعون هذا التلميذ المتعلم بشكل حثيث، ثالثا هو يأتي للمدرسة الخصوصية وهو عنده مؤهلات قبل ما يجي للمدرسة الخصوصية، لأن كاين انتقاء قبل الدخول إلى المدرسة الخصوصية، لا يمكن أن يدخل إلى المدرسة الخصوصية دون أن يكون هناك انتقاء، ولكن في المدرسة العمومية أي واحد يمكن أن يدخل إلى المدرسة العمومية. الأسباب الظاهرة لأزمة الجودة هي أولا ضعف جودة المدخلات، هذا لتلخيص ما سبق، اختلاف مستويات جودة التعلمات بين المتعلمين لأسباب اجتماعية واقتصادية، تراكم التعثرات، لأن قلنا كاين الإنجاح ومجال النجاح يؤدي إلى الهدر المدرسي وإلى تدني جودة التعلمات، يعني ما كان الربح لا جودة التعلمات لا الاحتفاظ بهذوك التلاميذ في المؤسسة التعليمية. اللجوء إلى المقاربة الانتقائية يوسع الهوى بين فقراء التعلم وأغنيائه. المقاربة اللي كدير مختلف الحكومات هو أنه بدل الإصلاح في العمق لجودة التعليم نذهب إلى الحلول السهلة. الحلول السهلة هو أنك تنتقي، يعني هذوك التلامذ اللي هما مزيانين نعطيهم مسارات للتميز. مثلا في التعليم العالي عندك استقطاب المحدود وعندك استقطاب المفتوح، ودابا الموضة هو في داخل استقطاب المفتوح عندنا استقطاب المحدود، مسارات التميز، بالتالي كيولي التركيز على هذه النخبة المتميزة ونهمش باقي أفراد المجتمع، مما يؤدي إلى ما أسميه نظام للفصل الاجتماعي داخل التعليم، وينتج عنه جذور تعليمية متنافرة ليس فقط خصوصي وعمومي، ولكن حتى داخل العمومي لديك جذور متنافرة. إذن هذه الأسباب الظاهرة. ما هي الأسباب العميقة؟ أعتقد أن هناك 6 أسباب عميقة. السبب الأول ماشي بالترتيب، غير ماشي هو زعما الأول. المركزية المفرطة. المركزية المفرطة اليوم يعني أصبحت تتكرس أكثر. يعني كنا نعتقد بأنه المغرب في اتجاه جهوية متقدمة، على الأقل هذا منصوص عليه في الدستور، وأننا في اتجاه لا مركزية ولا تمركز. أصبح التدبير المركزي حتى في الجزئيات وحتى في التفاصيل. الآن خارطة الطريق في وزارة التربية الوطنية تدبر من المركز، حتى في المؤسسات التعليمية تدبر من المركز. تالي أصبحت لدينا وزارة مصغرة، ممكن أن نسميها وزارة المدارس الريادة، لأنها تركز اليوم على مدارس الريادة بالخصوص، وتحاول أن تروج لهذا المنتوج مدارس الريادة على أساس أن يكون هو النواة الأساسية للإصلاح المرتقب. إذن لا توجد لمركزية، هناك لا تمركز معين، حتى الأكاديميات يمكن أن نعتبرهم في سياق لا تمركز وليس لا مركزية. إذن مركزية مفرطة. ثانيا المقاومة الصامتة.
طبعا هناك مقاومة صارخة صاخبة، وهذه المقاومة الصاخبة كانت نموذج لها والسنة الماضية في الإضرابات التي تمت في المنظومة التربوية لمدة 14 شهر. لكن كان هناك مقاومة صامتة أولا من داخل الإدارة، لأنه عندما يأتي وزير جديد لنفرض أنه عنده واحد تصور للإصلاح ويحاول تنفيذ هذا التصور للإصلاح داخل وزارة التربية الوطنية، يجد طاقم إداري له ثقافته، له طبعا قناعاته وله مصالحه. هذا الطاقم الإداري يعارض، طبعا في البداية هو يرحب بالإصلاح الجديد ومزيان هذا الشيء وإحنا راه معاك، ولكن في العمق تجد أن هناك مقاومة صامتة، وهذه المقاومة الصامتة تكتسي طابع التحالف ما بين الإداري والسياسي في البداية. وعندما يكون السياسي لا يعرف الميدان ولا يعرف القطاع ويكون جاهلا لأبسط القواعد التي تسير هذا القطاع، فيسهل على الإدارة أن تتلاعب بين قوسين بهذا السياسي وتوجهه في الاتجاه الذي تريد، وبدل أن تكون الإدارة في خدمة السياسي يصبح السياسي في خدمة الإدارة. هذا في جميع القطاعات. إذا ما جبت شيء جديد. التوافق الهش خاصة في وزارة في المنظومة التعليمية، هناك مجموعة من القضايا قضايا خلافية، هي بطبيعتها خلافية حتى داخل المجتمع، تيارات مجتمعية مختلفة، كل تيار له تصور معين لهذه القضايا وكيف يمكن أن يتم إصلاحها. بدل أن نحسم هذه القضايا فيكون هناك نوع من التوافق، نسميه التوافق الهش، حتى في صياغة هذه التصورات المرتبطة بهذه القضايا تبقى صياغة تحتمل قراءات متعددة، حتى نعطي لميزان القوى على أرض الواقع الإمكانية لتوجيه هذه الإصلاحات في الاتجاه التي تكون فيه القوى هي القادرة على توجيه هذا الإصلاح في هذا الاتجاه أو ذاك. في حين أن الإصلاح ينبغي أن يحقق نوع من التوازن بين القطيعة والاستمرارية، هناك مجموعة من القضايا ينبغي أن تكون فيها قطيعة، هناك مجموعة من القضايا ينبغي أن تستمر لأن هناك إصلاحات أكدت جدواها في هذه القضايا، ولكن مع الأسف منظومتنا التربوية ليس لها ذاكرة، لأن هناك مجموعة من الإصلاحات كانت سابقة وكانت أعطت ثمارها ولكنها توقفت، وهناك مجموعة من الإصلاحات كانت موجودة ولكن عندما يأتي طاقم سياسي جديد ولا يعرف تلك الإصلاحات وليس له ذاكرة هذه الإصلاحات فيعتقد بأنه جاء بالجديد، في حين أنه لم يأتي بالجديد، هناك إصلاحات سبق تجربها أو سبق التخلي عنها لعدم جدواها ولكننا نعيد إنتاجها من جديد. رابعا، الإصلاحات المجهدة. الميثاق الوطني للتربية والتكوين كانت فيه مجموعة من التصورات جيدة ولكن في المستوى التطبيق لم يتم تطبيقها، وهذا راجع إلى التدبير السيء للإصلاحات، عدم القدرة على المرور من التصور إلى التطبيق. كيف يمكن أن نجسد هذا التصور الذي يبقى على شكل عموميات إلى تطبيق على المستوى الميداني بواسطة مخططات استراتيجية وبواسطة مخططات تنفيذية تحتفظ بروح هذا التصور وتبدع على مستوى الوسائل التي تمكن من تفعيل هذه الإصلاحات، ثم عدم التقييم المستمر للإصلاحات
يساهم أيضا في إجهاضها، لأن في الكثير من الأحيان ننتظر حتى نهاية الإصلاح ثم نقوم بتقييمه، ويكون الوقت قد فات لأي تدارك أو استدراك. ثم مسألة أخرى هي استعجال الثمار، في حين أن منظومة التربية والتكوين هي منظومة تدبر على الزمن الطويل، ولا يمكن أن لأي شخص أن يعتقد بأنه يمكن أن يقطف ثمار أي إصلاح في منظومة التربية الوطنية في مدة ولاية حكومية. ينبغي أن ننتظر ولايات حكومية لكي نستطيع أن نقطف ثمار الإصلاح. خامساً، المناهج القاصرة. ربما أعتقد أن المنهاج الدراسي هو السبب، هو العامل الأساسي لتفعيل أي إصلاح نريد أن نصل به إلى مستوى الجودة المطلوبة. مع الأسف كانت هناك تجربة لمنهاج دراسي يمكن أن نعتبره نسقياً ومندمجاً، وحاول أن يبنى على منهجية علمية موضوعية للمنهاج الدراسي، وهو المنهاج الذي تم إنتاجه سنة 2000 وسمي بالكتاب الأبيض. لكن إذا كان على مستوى المنهجية كان منهاجا يمكن أن نعتبره نموذجا، على مستوى تطبيق المنهجية كانت هناك مجموعة من الاختلالات، خاصة على مستوى الانتقال من الوثيقة الموجهة إلى البرامج الدراسية، وأيضا على مستوى الوقت المخصص لإنتاج وثيقة بهذا الحجم كان ينبغي أن نخصص له الوقت الكافي. حسب الأدبيات الدولية لا يمكن إنتاج منهاج دراسي في أقل من 3 سنوات، اليوم نحاول أن ننتج مناهج دراسية في 6 أشهر، وهذا غير ممكن أن نصل إلى مستوى الجودة المطلوبة بهذه السرعة. وأخيرا، من ضمن الأسباب العميقة، المدرس المفقود، سواء على مستوى ضعف التأهيل أو ضعف الإشراك في الإصلاحات، لأن المدرس لا يمكن إشراكه فقط على مستوى تنفيذ الإصلاحات، ينبغي إشراكه في على مستوى تفكيري في هذه الإصلاحات. وأيضا عدم جاذبية المهنة، رغم ما المجهودات التي بذلت مؤخرا السنة الماضية على مستوى النظام الأساسي للمدرسين، ولكن يبقى في ظل أزمة القدرة الشرائية وأزمة التضخم والعوامل الاقتصادية، تبقى المجهودات المبذولة لم تصل إلى مستوى يمكن من تحقيق جاذبية مهنة المدرس. بالنسبة للحلول، أعتقد بأن جودة التعليم هي المنقذة من هذه الأزمة التي ذكرت، والتي حاولت أن أصف مظاهرها وأركز على أسبابها العميقة، لأن جودة التعليم تمكن أولا من تلبية حاجات الدولة للمجتمع، لأن المنطلق في تحقيق الجودة هو معرفة ماذا نريد، ثم معرفة هذه الحاجات بشكل دقيق، حاجات الدولة والمجتمع. بعد ذلك ينبغي وضع المعايير التي تمكن المنظومة التعليمية من الوصول إلى تلبية هذه الحاجات. هذه المعايير تم التنصيص عليها في القانون الإطار، معايير الجودة، الإطار المرجعي للجودة، وأيضا الدلائل المرجعية للجودة، ولكن لحد الآن لم يتم الانتباه إلى هذا الموضوع ولم يتم الاشتغال عليه. الجودة أيضا تعتمد على آليات للمساءلة كأساس للتدبير، وتسعى بالخصوص إلى التحسين المستمر للصيرورات وبالتالي للمردودية، لأن الجودة ليست محطة وصول وإنما هي سفر دائم نحو التحسين المستمر للعمل وللمنهجيات ولطرق الاشتغال وبالتالي للمردودية. لحسن الحظ ربما عندنا مرجعية قانونية للجودة موجودة في القانون الإطار، الذي ركز على أهمية الجودة، ركز على الرؤية الاستراتيجية، ركزت على 3 ركائز أساسية للمنظومة التربوية، هي تكافؤ الإنصاف وتكافؤ الفرص، ثم الارتقاء بالفرد والمجتمع، ثم الجودة. وأنا أعتقد أن الجودة تشمل الركيزتين السابقتين، لأن الجودة
إذا ذهبنا في اتجاه الجودة للجميع بمعنى آخر الجميع يستفيد من ثمار الجودة، فطبعا سنضيق الفجوة والهوى بين جميع أفراد المجتمع ونحقق بالتالي الإنصاف وتكافؤ الفرص، وبالتالي سنرتقي أيضا بالفرد وبالمجتمع. وأكد القانون الإطار لتعميم التعليم ذي الجودة استنادا إلى ما نص عليه الدستور في هذا الباب. في النهاية أعتقد بأن التصور الذي أنتجته الرؤية الاستراتيجية والتي تجسد في القانون الإطار ركز بما يكفي على عنصر الجودة وأعطى مجموعة من الأدوات والآليات لتحقيق الجودة في المنظومة التربوية. الرهان اليوم هو الانتقال من هذا التصور إلى التطبيق في الميدان، وبالتالي ضمان جودة تطبيق الإصلاح. لضمان تطبيق جودة الإصلاح ينبغي كما قامت به مجموعة من الدول تحديد معايير الجودة الخاصة بالتعليم، وهذه المعايير ننطلق أولا من تحديد المعايير الدنيا التي ينبغي أن تحترم في جميع المؤسسات. كدول ذهبت في اتجاه ربما نوعا ما متطرف هو إلى حد إغلاق المؤسسات التي لا تستجيب لمعايير الدنيا. معايير الدنيا الجودة ستكون في جميع المؤسسات، على سبيل المثال بريطانيا. هذه المعايير ينبغي أن نحددها انطلاقا من نموذج يحدد مخرجات التعلم، يعني ما هي نتائج التعلمات بالنسبة لجميع الأطفال المغاربة في جميع المستويات، كل مستوى دراسي ما هي المخرجات. ثم انطلاقا من هذه المخرج ينبغي أن نحدد ما هي السيرورات التي تؤدي هذه المخرجات، ثم المدخلات التي نعتمد عليها لتطوير هذه المدخلات إلى مخرجات. بعد ذلك ينبغي ربط الحد الأدنى من معايير الجودة بنظام صارم للتقييم، وهذا النظام الصارم للتقييم يمكن أن يكون على شكل وكالة للجودة تحدد هذه المعايير، ثم تعتمد آليات لتقييم المؤسسات التعليمية، وليس فقط المؤسسات التعليمية ولكن أيضا باقي المؤسسات التدبير في المنظومة التربوية، سواء تعلق الأمر بالأكاديميات أو بمديريات الإقليمية. وهذه الآليات آلية الجودة يمكن أن تتضمن الأطر المرجعية للجودة والتقييم المؤسساتي وخطط تحسين أداء المؤسسات التعليمية. معايير الجودة يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار العناصر الثمانية التي أمامكم. أولا حكامة المدرسة، خاصة ما يتعلق بتدبير المؤسسة التعليمية وشفافيتها ونزاهتها، وأيضا ما يتعلق بالمقاربة التشاركية داخل المؤسسة التعليمية. المدرس وجودة التدريس، يعني خاصة المقاربات البيداغوجية والمعايير المدرس. البنية التحتية وبيئة التعلم بالنسبة للمؤسسة التعليمية، ما هي معاييرها؟ ما هي معايير مصادر موارد التعلم والتدريس، خاصة الكتب المدرسية والموارد التعليمية الأخرى؟ معايير المنهاج الدراسي أو مخرجات التعلم بالنسبة لكل مستوى دراسي. ثم معايير التتبع والتقييم داخل المؤسسة التعليمية، ومعايير الامتحانات والإشهادات، وأخيرا معايير نتائج التعلم. شروط النجاح في تحقيق هذا التوافق بين التطبيق والتصور هو الإرادة وحسن التدبير. إرادة طبعا إرادة سياسية وإرادة مجتمعية، وحسن التدبير هو التدبير الناجع للتغيير، ليس التدبير العادي، لأننا في إطار تدبير التحولات. تدبير التحولات يقتضي أن تكون هناك قدرة على تدبير التغيير. بالنسبة للإرادة السياسية لتحقيقها ينبغي رفع التحديات التي تعيقها، وأكتفي هنا بخمس تحديات. التحدي الأول هو المحافظة على خط السير في اتجاه تطبيق التصور، على اعتبار أن التصور تم اعتماده انطلاقا من مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار الآراء
آراء مختلف الأطراف. التحدي الثاني هو تمكين الموارد البشرية وتأهيلها ومواكبتها لتحقيق رهانات الإصلاح. التحدي الثالث هو تحقيق النجاعة في التدبير من أجل استعمال أمثل للموارد المادية والمالية. التحدي الرابع التمكن من آليات تدبير التحولات من أجل ضمان تحقيق الأهداف المسطرة. والتحدي الخامس هو التقييم المستمر والمنتظم للمخرجات من أجل تصحيح مسار الإصلاح. والشرط هو أن تكون الإدارة في خدمة هذه الإرادة السياسية. ثانيا رفع التحديات التي تعيق الإرادة المجتمعية، خمس تحديات. التحدي الأول إدراك الرهانات الحقيقية للإصلاح من أجل إحداث تغيير حقيقي على صعيد الممارسات. التحدي الثاني التمثل الصحيح للإصلاح من أجل الانخراط الملتزم في تطبيقه. التحدي الثالث المعرفة الدقيقة بالإشكالات الحقيقية التي تعرقل التغيير. والتحدي الرابع توفير الموارد الضرورية لتحقيق الطفرات الممكنة مع التمكن من أدوات تدبيرها. والتحدي الخامس هو توحيد الرؤى وتجميع الجهود في إطار مقاربة تشاركية لتحقيق التغيير على أساس انخراط جميع قوى المجتمع خاصة النقابات والمجتمع المدني. الجودة طريق طويل يحتاج إلى تخطيط استراتيجي، وهذا التخطيط أقترح أن يكون على مدى 25 سنة إلى غاية 2050 باعتماد ثلاث استراتيجيات مرحلية: استراتيجية 2030 لتدارك الخصص، واستراتيجية 2040 لإرساء دينامية التغيير، واستراتيجية 2050 لإرساء المدرسة المبنية على الجودة. لن أدخل في التفاصيل لأن هذا موضوع آخر. شكرا لكم. الجودة تتحقق من خلال جودة الإصلاح كما ذكر الأستاذ الناجي. أنا غادي نعطي الكلمة الآن للإخوان للمساهمة في هذا النقاش، وتنسول الأستاذ الناجي بعد كإضافة للعرض ديالو. أنا طبعا كنسمع الأشياء كلها اللي تفضلتي بها كواحد مهتم ومتابع، وتيجيني دائما وأنت تتحدث عن كل هذا كيجيني واحد تساؤل. احنا تنسمعوا وكنتكلموا وكنكتبوا على الإصلاح منذ سنوات، منذ عقود، يعني تقريبا قد هذه الفترة اللي طلبتي منا أننا نمشيوا فيها باش نوصلوا لهذا. أول لجنة 57 لا، هي الإصلاحات الحديثة، يعني منذ الميثاق مثلا اللي راه هي هذيك. واش يمكننا بحسبكم أنتم اللي متبعين هذه الأمور، واش يمكننا مثلا تقولوا لنا ببعض الجمل اليوم فين وصلنا على هذا المسار؟ إلى احنا عملنا واحد السلم من واحد حتى العشرة، احنا فين؟ واش في أربعة؟ واش في خمسة؟ واش في ثمانية؟ واش في واحد؟ واش مازالين في نقطة الصفر؟ يعني لابد، يعني أنا ماشي نبغي نكون متفائل هكذاك، ولكن كل تقييم خصو على الأقل يعطينا شنو هو الوضع الآن هنا والآن الآن. شنو واش تقدمنا شوية ما تقدمناش نهائيا؟ لأن إذا ما تقدمناش نهائيا هذا واحد سؤال كبير بزاف سياسي وبيداغوجي وتعليمي وكل شيء، لأن معناه أننا أكثر من 30 سنة هذه ولا إحنا كان بيضاليو في الخوة، ما كان زيدوش نهائيا. بالعكس إلا خديتي الرأي العام، الرأي العام يقول لك المدرسة ديال اليوم تخلفتها المدرسة ديال البارح بسنوات، والمدرسة العمومية راك هدرتي عليها بتفصيل، نقاط الضوء فيها والنقاط طبعا المعتمة، ولكن احنا محتاجين كذلك في مجابهة هذه الإشكالية المعقدة محتاجين يكون عندنا واحد، يعني شنو تسميها، واحد شوية الوضوح، واحد شوية ديال الصورة واضحة، نقدر نقولوا واش ممكن. يعني
باش ما نقولش مثلا ما نقولش بان العرض كان يدعو الى الياس، ولكن حتى المدى الزمني اللي كتقترح علينا باش نوصلوا لشويه ديال الجوده هو زمان يعني تيحشر الركاب يعني ما نموتوا بعدا كلنا ما هذا هو. ولكن يعني انا في الواقع يعني في الواقع اليومي انا كنحس بواحد الاختناق كبير في التعلم. يعني كيفاش كتلقى طفل وصل الاعدادي ما تيعرفش يقرا؟ انا نقول لكم واحد القضيه ربما ما كانش خصني نقولها، ولكن انا مره استدعتني واحد الجامعه امريكيه في سان فرانسيسكو باش نمشي نحضر في واحد القسم ديال متعلمين كبار شباب ديال ما بين 24 و 30 سنه ديال اللغه العربيه وهما في الماستر، واقترحت عليا الكليه انا نجي لانهم هما قراوا الروايه ديالي من بعد 3 سنين ديال تعلم اللغه العربيه. وانا كنشوف اطفال تيقراو 6 سنين ديال اللغه العربيه ما تيعرفوش يقراو الجمله. وملي مشيت هاد الامريكيين ما عمرهم عرفوا العربيه ولا هذا، من بعد 3 سنين تيوضعوا عليا اسئله دقيقه باللغه العربيه، لان على فكره ممنوع لهم يقولوا كلمه واحده بالانجليزيه في الحرم الجامعي كله. وبالعكس وصلوا بعضهم حتى حصلوا عليا اخطاء في الروايه ديال التموقع ديال مثلا واحد شخصيه عملتها في واحد السنه ومن بعد كنهضر عليها وهي في سنه واحده اخرى. هذا يعني هما يعني وصل الفهم ديالهم لدرجه انهم تحصلوا عليها اخطاء. وعلاش حنا ما تنقدروش نتعلموا العربيه نهائيا؟ وعلى فكره كانت هناك فكره رائجه ان ورا قلتها قبيل ولو ان الاطفال تيتعلموا الفرنسيه اكثر من العربيه. اليوم لا الفرنسيه ولا العربيه نهائيا. يمكن تقولنا شي جمله متفائله سي نجي؟ انا لا اعتقد انني كنت متشائما. لا طبعا الواقع يدفعك الى قول الحقيقه كما هي، وهذه الحقيقه يمكن ان تصنف على انها تشاؤم، ولكن في الواقع هي فقط انعكاس للواقع. التفاؤل مرتبط بالوجدان، هل انت متفائل ام غير متفائل؟ انا بطبيعتي متفائل. هل تقدمنا في هذه السنوات الاخيره؟ أقول لك أننا تقدمنا على مستوى الولوج إلى التعليم. كانت نسب ضعيفة في بداية الاستقلال، ربما نسبة واحد لا تصل إلى 10% بالنسبة للتمدرس. وصلنا اليوم في التعليم الابتدائي إلى تقريبا 100%. إذن على هذا المستوى يمكن القول بأن هناك تقدم كبير بالنسبة للمنظومة التعليمية. هل تقدمنا على مستوى جودة التعلمات؟ أيه انقطاع، ولكن انقطاع من بعد انقطاع بالخصوص في الإعدادي، لأن في التعليم الابتدائي انقطاع كيبقى ضعيف قليل، ولكن في النسبة ديال الانقطاع في التعليم الابتدائي يلاه 2.5%. ما كاينش عندنا تقريبا انقطاع قليل في التعليم الابتدائي، ولكن في التعليم الإعدادي 12% نسبة انقطاع. إذا عندنا انقطاع في التعليم الإعدادي. التعليم الابتدائي المشكل ديالنا هو عندنا التكرار وما عندناش هذا المستوى تحقيق الجودة ديال التعليم المطلوبة. وهذا هو الجواب على السؤال ديال السي الأشعري بالنسبة هل تقدمنا على مستوى جودة التعلمات. باش نجاوبك خصني نرجع للتقييمات، التقييمات التي تتم على مستوى التعلمات. المغرب شارك في التقييمات الدولية منذ 1999، وملي كنتبعوا المسار ديال هاد التقييمات الدولية كنلقاو إلى حدود 2011 كان المغرب كيهبط. من 2011 لأن كاين جوج ديال العوامل خصنا نردوا لهم البال في التقييمات الدولية.
كاين المستوى العام ديال التلامذ، يعني النقطة اللي كيحصلوا عليها، لأن كيفاش هاد التقييم الدولي، يعني عينة ديال التلامذ كيشاركوا في هاد التقييمات اختبارات، وهذيك العينة كتحصل على نقاط. ده المتوسط ديال النقاط ديالنا هو في الغالب كيكون ما بين 300 350 نقطة على 1000، يعني المتوسط هو 500. إذا 300-350 راك بعيد 150 نقطة على المتوسط. 1999 حتى 2011 كنا غاديين وكننزلوا، 2011 طلعنا شي شوية حتى 2015، من بعد عاوتاني هبطنا، كاين تذبذب ومن بعد طلعنا شوية، ولكن عموما كيبقى هاد 300-350. ولكن اللي أخطر هو نسبة التلاميذ الذين يتحكمون، لأن دابا هاد التقييمات الدولية فيها سلم ديال الكفايات، الأدنى كاين 6 المستويات، أدنى وأنت غادي وطالع حتى الفوق. هذاك الأدنى عندنا النسبة اللي كيتحكموا فيه بين 75-80%، ما كيتحكموش فيه، ماشي كيتحكموا فيه 75% حتى 80%. هذا مشكل، هذا لحسن الحظ بين كان كيتراجع 2015 حتى 2019، كان وصل واحد الوقت في العلوم وصل ل 60%، يعني مزيان، لان كان واحد النوع من التحسن العلوم والرياضيات، ولكن في القراءة كاين اشكال مطروح، اشكال كبير، وكنعرفوا باللي الا ما تحكمتيش في القراءة ما تحكمش في المواد الاخرى، يعني هذا هو المشكل، يعني كاين ترابط، انت ما كتعرفش تقرا وغادي هذا ما يمكنش. بما في ذلك الرياضيات بما في ذلك الرياضيات شنو الواقع ديال اللغه؟ اي حتى الرياضيات ولكن اقل طبعا من العلوم، ولكن كيبقى كاين الواقع، وهذا الواقع دابا انا اخشى انه يولي اكثر مع اعتماد اللغه الفرنسيه. دابا حنا اعتمدنا اللغه الفرنسيه في تدريس العلوم والرياضيات، انا اتوقع بلي المشاركه المغرب في تيمس ديال 2027 غادي يكون فيها اشكال، لان هذاك اللي في العلوم خاصه في العلوم هو ما كيتحكمش في اللغه الفرنسيه، جبتيه من قريه الفلانيه ولا من هذا، كيفاش غادي واحد امازيغي واحد دارجه واحد كيفاش غادي يتعلم داك اللغه الفرنسيه؟ اذا كاين اشكال على هذا المستوى، وهاد السياسه اللغويه خص اعاده النظر فيها انا اعتقد، لان جميع الدول دابا ملي كناخذوا 20 دوله الاولى في تيمس و20 دوله الاولى في بيرس و20 دوله الاولى في بيزا كلهم يدرسون بلغتهم الرسميه العلوم والرياضيات، ما كاينش حتى شي دوله، ما كاينش استثناء، كلهم يدرسون بلغتهم الرسميه. حنا عندنا استثناء في هذا الاستثناء، ماشي بوحدنا، الدول كاع المستعمره سابقا عندها استثناء، يعني تدرس بلغات المستعمر ماشي باللغات الرسميه. نتمنى ان هذا الواقع يتحسن في المستقبل. دابا المقاربه المعتمده اليوم في ظل الحكومه الحاليه اللي كتحاول انها تجرب في مدارس الرياضه وتحكم في هذاك النموذج غادي تعطي اكيد ثمار، ولكن في هذاك ملي غنديرو التعميم ابتداء من هذه السنه، كنا السنه الماضيه 626 مؤسسه، غنوليو دابا 2000 مؤسسه، كنا 300,000 تلميذ، غنوليو 1.5 مليون ديال التلامذ. هنا فين غيولي الرهان غادي يكبر، يعني التحدي غادي يكبر، وغادي نشوفوا واش كاينه قدره على التحكم في هذا العدد، يعني المشكل راه في الكم ديال المنظومه كلها، كيفاش يمكن تقارب هذه المنظومه بنماذج اللي تمكنك من تحسين هذه الجوده ديال التعلمات. وكيبقى طبعا العنصر الاساسي هو المدرس، اللي نستطيع يكون عندنا واحد المدرس مؤهل، يعني دابا حتى التاهيل دابا اللي عندنا راه باقي مهلهل، يولي عندنا هذاك المدرس مؤهل إداك يمكن هذا الرهان على الجودة يبدأ. داكشي علاش قلت 2050،
2050 كنهضر على التعميم ديال الجوده ماشي على في الجزر. الجزر يمكن نديرو في عام عامين، ولكن فاش دير هذا الشيء في المنظومه التربويه وتقطف الثمار ديالو راه خاصك سنوات، وما يمكن ما خاصكش تستعجل، لان يا ما استعجلنا يعني من الاستقلال وحنا نستعجل. الاستقلال حنا كنقولوا خصنا نصلحوا دغيا، وكتلقى كدوز 20 سنه وكتلقى راسك باقي في بلاصتك. شكرا على هذا العرض القيم جدا جدا ومليء بالارقام وبالمعلومات يعني دقيقه. فقط انا عندي ملاحظتان في نفس الاطار، وهو اطار او مرجع يعني الاراده السياسيه. أنت قل يعني فقط أتحدث عما لا أتفق معك، لأن أنا متفق مع 99%. قلت بأنه من بين أسباب، إذا شئنا ضعف، من بين أسباب ضعف المنظومة التعليمية ومخرجاتها أن المغرب ركز على الكم أكثر من الكيف. وفي الأخير قلت كذلك بأن الدول التي لم تعتمد اللغة الرسمية، أظن تعني بها الوطنية، أنها يكون أضعف، لأن الدول العشرين الأولى في كل المواد هي التي تدرس بلغتها الرسمية. يعني عندي ملاحظات يعني تذهب في ليس في هذا الاتجاه فيما يخص الكم والكيف، أنه إذا ركزنا على الكم يضر ذلك بالكيف، وأنه إذا لم تكن هناك اللغة الرسمية يضر ذلك كذلك بالنوع والجودة. أولاً مشكلة الكم والتركيز على الكم كان في بداية الاستقلال، لأن في 1955 كانت 10%، وفي 1961 وصلنا ل 45%. إذن ضربناها في 9 مرات ونصف، في 4 مرات ونصف، بينما لم يكن لدينا مدرسين، على الأقل مدرسين مغاربة، ومع ذلك الجودة بقيت معتبرة، وكل نتائجها في الأجيال التي بعدها حتى أواخر السبعينات بقيت الجودة جيدة، بينما في 61 انتفى يعني توقف تقريبا الكم. يعني السياسة التي كان قام بها عبد الرحيم بوعبيد وابراهيم ومولاي عبد الله إبراهيم كان هو هذا التركيز، إذا شئنا، على الكم والكيف في نفس الوقت، لأن بالنسبة لهم مسألة استقلال ويجب يعني توعية الشعب وتدريس الشباب إلى آخره، وبأنه لا يمكن أن نقوم بالتصنيع وبالديمقراطية بمجتمع جاهل. إذن كيف أن يعني النوعية بقيت جيدة والجودة بقيت مرتفعة، بينما كان التركيز على الكم أكثر من عهد الحسن الثاني؟ فيعني كأن هناك تناقض مع الواقع حسب ما أرى، أن بالنسبة إلي الإرادة السياسية أهم من الكف، من العلاقة بين الكم والكيف. أن الإرادة السياسية آنذاك للحكومة الوطنية الأولى، للحكومات الوطنية الأولى اللي كانت ما بين 55 و 61 كان هو فعلا تقدم الشعب، ما كان يسمى بتقدم الشعب، وتحديث الدولة وتحديث المجتمع والدخول في العصر الحضارة الحديثة إلى آخره إلى آخره، ونصل إلى التقدم والتصنيع إلى آخره، وأن هذا لا بد منه وكذلك كان بالفرنسية ولم يكن باللغة الوطنية. أغلب التعليم كان ذاك يعني في العلوم وفي العلوم الاجتماعية حتى أواسط السبعينات كان باللغة الفرنسية. هذا يتناقض كذلك عما ربما قلته بأن اللغة الوطنية أحسن. إذن بالنسبة لي إرادة، وعندنا بعد، أنا لما أقول إرادة سياسية أقول بأن الإرادة السياسية من بعد 61 لم تكن موجودة، لأن المدرسة نظر إليها في عهد الحسن الثاني، النخبة الحاكمة في عهد الحسن الثاني، على أنها خطر. أول خطر إيديولوجي، لأن ذهب في اتجاه تحديث الذهنيات والمطالبة بالديمقراطية وبالحق وحقوق الأفراد والجماعات إلى آخره إلى آخره، وكذلك خطر سياسي لأن اجتمع فيها كل المعارضين، شباب وأقل شباب هم الأساتذة. ونظرنا، أنا لا أقولها يعني فقط تحليلا، أقولها كذلك اعتمادا على يعني عدم الاهتمام بالمدرسة ابتداء من 61، وكذلك من تصريحات مثلا الحسن الثاني الملك الراحل في 1965 واضح جدا، والعمال كذلك والولاة بعده إلى آخره، بأن المدرسة خطر إلى آخره إلى آخره.
65 مثلا، اذا لا شك انك قرات هذا الخطاب للامه ورسميا ومازال موجود لحد الان، بانه ليس هناك اكبر خطر ام من خطرين اكبر على الدوله من المثقفين. هذه في خطاب 29 مارس 1965 بعد المظاهرات، وكذلك تصريحات للمرحوم احضان وتصريحات لكذلك عز الدين سميتو وزير التعليم عز الدين العراقي. وهذه ماشي غير شذرات، لان غاديه مع واحد السياسه ديال بان المدرسه وبان التحديث خطير. والحسن الثاني الملك الراحل كان يقول يعني امنا الباديه الى اخره، وهو مره في لقاء مع اعيان الشمال قال لهم انا اجد نفسي معكم احسن ما اجد نفسي مع المثقفين الى اخره. بالنسبه للغه اعطي مثال السنغال. السنغال يدرس بالفرنسية أساسا، يعني 90% من التدريس هو بالفرنسية، إذا ليس لغة وطنية وإن اهتم باللغة الوطنية. التدريس إذا قارناه بالمغرب الآن أحسن. أنا درست 8 سنوات في السنغال أثناء المنفى، ورأيت بأن يعني التدريس ومستوى مثلا الشخص الحاصل على الإجازة ربما أحسن 3 مرات من مغربي آنذاك في نهاية بداية الألفينيات ونهاية التسعينات من مغربي حاصل على الإجازة في كل المواد باستثناء الرياضيات، ولهذا ربما اللغة. بينما مثلا إذن هذا تدريس بلغة أجنبية، بينما في غينيا سيكوتوري يعني غينيا كوناكري التزمت بتعليم في إطار الثورة الوطنية إلى آخره، بالتعليم باللغات المحلية الوطنية يعني لغينيا، يعني كانت النتيجة يعني خطيرة جدا، يعني انهيار المستوى التعليمي منذ بداية الستينات. بقي شيء ما الفرنسية، ولكن علموا باللغات المحلية. إذن كذلك اللغة الوطنية مثلا في تنزانيا خفضت التعليم إلى حد كبير إذا قارناها مثلا بجنوب أفريقيا أو ببوتسوانا التي بقيت الإنجليزية. وبوتسوانا الآن في مستوى التعليم للبلدان الأوروبية، بينما بالإنجليزية ليست أنت قلت الرسمية، ولكن أنا أظن أنك تريد أن تقول الوطنية، ولكن إذا كانت الرسمية هي الوطنية عندك رأنا كنشوف العكس. ولو شكرا. شكرا استاذ ناجي. طبعا سي ناجي شبه متفرغ للقاء لشؤون التعليم، لا في الاهتمام لا في الكتابه لا في الحضور، في المستوى الشخصي وفي المستوى ديال الجمعيه اللي هو مسؤول فيها وعضو فيها. والإيجابي بالإضافة طبعا للمقارنات، اليوم ما عطناش مقارنات لأنه ربما الوقت ما تسمحش، ولكن بالإضافة للمقارنات على الصعيد الدولي، وخا المقارنة أحيانا تكون عندها سلاح ذو حدين، ولكن بالإضافة للمقارنات هو واحد المواكبة دقيقة بقطع النظر عن كون الإصلاح فاشل ولا ما فشلش، عنده عوائق ولا ما عندوش، وهذا إيجابي يعني تحقق تراكم، تحقق واحد الفوائد. قبل ما نقول جوج ولا ثلاثة الملاحظات، عندي واحد الملاحظة صغيرة جزئية، وخا هي تبان فحال اللغة فحال النحات ولا فحال اللغويين، ولكن بالنسبة لي بالغة الأهمية، وهي تنقولوا تعليم خصوصي. ما كاينش خصوصي، سبيسيفيك هي الخصوصي. علاش غادي يكون هذا التعليم خصوصي؟ واش المقاولة خصوصية؟ الشركة خصوصية؟ كذا لا، كاين قطاع خاص وقطاع عام أو عمومي، نفس الشيء بالنسبة للتعليم. وهذا الشيء سي عبد الناصر تعرف أنه يعني نوع المقاومة اللي كانت في المجلس، وقبل منه قبل ما يكون عضو في المجلس في المرحلة ديال السي مزيان بالفقيه، ولكن الحكومة داك الشيء مصوبه بالبراسيم رفضت تبدل المرسوم اللي فيه تعليم خصوصي. وكان نقاش
وكان إصرار وأنا مازال مصر لا وجود لتعليم خصوصي لا أنا ولا غير أنا، تعليم خاص بريبي ماشي سبيسيفيك، لأنه ملي تنقولوا سبيسيفيك ديجا تنعطيوها امتياز. ألور هو فعلا اللغة الفرنسية فيه أقوى لأن على حسب مواد أخرى متقلة للتعليم العمومي ما خصهاش تكون. لما جيت المولى يوسف 65 فات 69 عفوا، كانت أول حاجة اللي افتتحنا بها مع مجموعة من الأساتذة اللي خرجين داك الوقت كلهم جداد، وهو ضرورة تخفيف تعليم في الإعدادي وفي الثانوي من مواد مثقلة لا معنى لها ولا دخل لها في التعلمات ولا في الجودة. معلومات ديال تكوين الشخصية، ديال التربية الدينية، ديال التربية الوطنية، ديال الأشياء، ديال كذا، يعني واحد استنزف واحد عدد الساعات استنزف واحد كذا. فلذلك في تقديري وخا الوزارة تصر سينا جيتي عرف أن الوثائق اللي صدرت في عهد في المرحلة الخمس سنين الأخيرة إلا على سبيل الخطأ فيهاش خصوصي، إلا على سبيل الخطأ أو تقرير أنا ما شافوش المكتب يعني بشي حاجة خاص بريفي، معناه ماشي تابع للدولة، ماشي الدولة اللي تدمغلو مباشرة، ماشي كذا ماشي كذا. وهذه جزئية صغيرة ربحي طبعا ربحي. وحتى بالمناسبة الرقم اللي تفضلتي به ديال 18% هو غادي مع السياسة اللي كاينة في البلاد، لأنه أنتم تعرفوا وتعرفوا الإخوان هنا الميثاق كان قال التعليم الخاص شي الخصوصي خصو يوصل يغطي 10% باش يمكن له يستفد من الامتيازات ديال الدولة 10% في الرؤية. من بعد نقاش وسجال وحضور والي بنك المغرب لأنه عضو في المجلس وسدعينا كخبير ماشي كعضو في المجلس وكذا، والمديرية ديال التعليم الثانوي ذاك الوقت اللي أصبحت هي المفتشية سي شفيقي وخبراء أخرين من مختلف الهدي، يعني قلنا في الحدود ديال 30 خص التعليم الخاص يوصل يلبي الحاجات ديال 15% لأنه ما خصوش يلتهم التعليم العمومي، سيكون رديف للتعليم العمومي مساند للتعليم العمومي ماشي يحل محله، لأنه هكا الدولة باش تتفرغ من المسؤولية الاجتماعية لا في الصحة لا في التعليم لا في الخدمات لا في هذه الأخرى كلها. ف 18% فيها 3 زايدة على اللي ما قدر وما كذا ربما مع السياسة العامة. نرجع ربما للجوهر، طبعا تشخيص واضح ودقيق وكذا، ولكن أنا عندي واحد الانطباع قبل ما نبني النتيجة أني تندير مراجعة للإصلاحات كلها ماشي من 99 ماشي من الميثاق، من 57 من اللجنة العليا لإصلاح التعليم اللي أقرت المبادئ الأربعة، واللجنة الثانية في 58 اللي عطوها اسم العماد اللي خذت اسم العماد، ما بقتش اللجنة العليا لإصلاح التعليم صبحت اللجنة الملكية للتعليم أو لإصلاح اللجنة الملكية لإصلاح التعليم، واللي لغت مبادئ الأربعة بما فيها التعميم، ما فيها التعميم لغاته، واخا كان بدات المشاريع وكل هذاك الشيء تصرف عليه الأموال الطائلة بعد سنة. ف عندي انطباع هو التالي، أنه بالنسبة للدولة بالنسبة للسياسة العمومية الرغبة ديالها من الإصلاحات هي التشغيل وهي فتح باب الانتظار فقط ماشي تطبيق ما تنتهي إليه الإصلاحات لمنجزة، أنه تنشغلوا مجرد ما تنتهي الإصلاح كيف ما كان طبيعته كيف ما كانت القوة اللي كان عندها أثر أو توجيه فيه تيتم العرقلة وخلق ما لا يسمح بإنجازه وبتطبيقه باش نبدأ في حل سيزيف. وهذه المسألة تعمقت أكثر
من بعد الإضرابات ديال التلاميذ ديال 65 والتدخل العنيف العسكري ضد التلاميذ في الإضرابات ديال 65 تما لا لا انه ما تنديروش الإصلاحات باش نطبقوها او باش نشوفوا المردود ديالها، تنديروها باش يكون عندنا ترسانة ديال الإصلاحات وباش نبداو دائما من جديد. يعني هل يعقل انتهت تاع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من صياغة رؤية في مدة سنة سنة ونص تقريبا، وقال قانون الإطار معطل في البرلمان لمدة 9 شهور حتى تجي حكومة جديدة وكذا، وجات حكومة جديدة ومشى هذاك القانون بداك الطريقة. وعلى كل حال هو القانون بوحده تيستحق جلسة لأنه ما عنده علاقة بالرؤية إلى حيدنا المصطلحات وبعض الكلمات وكذا. وعاود جاء وزير تربية جديد بدأ الإصلاح من جديد وعلى نفس الموضوع الجودة. شو معنيت؟ واش 40 مليون الناس أو 38 اللي غادي يخرج الإحصاء ولا 37 على حسب شنو هو الاستطلاعات اللي كاينة ولا كذا، ما بقتش عندها ذاكرة باش يلا انتهيت من إصلاح ويلا داز الصراع وداز كذا وبديتي وبنفس المشاكل أكثر من ذاك الشيء. صعوب النموذج التنموي الجديد وصاغ ما يلي: القسم الأول مغرب اليوم وعالم الغد، جوج بالرومانية، المرتكزات وعناصر الاستشراف في أفق 2035، والرؤية عاد دارت 2030 15-30 يعني 10 سنين تقريبا متوسط المعدلات ديال المشاريع الاستراتيجية وبناء على تحليل وكذا. انتظارات وتطلعات المغاربة، هنا واحد 7 ولا 8 ديال الانتظارات، الثاني فيها أو الأول الثاني فيها تيتعلق ب فيما يتعلق بالتعليم، وهذا نص ديال النموذج التنموي رسمي، وهو الموضوع الذي تتمحور حوله معظم الانتظارات. يتم التأكيد على إعادة تأهيل المدرسة العمومية من خلال تحسين جوهري لجودة التعلمات، وإحنا وصلنا الواو، وتكييفها مع احتياجات سوق الشغل، وتكييفها مع احتياجات سوق الشغل. يعني التعليم كله بالأهداف دياله بالمصارف دياله بكذا مخصص وموجه لخدمة المقاولة التي تنتج المشغلين أو التي توظف المشغلين. شنو هي النتيجة؟ أنه إحنا التعليم عندنا ما تأديش بالنسبة للسياسات العمومية، بالنسبة لي السياسات العمومية ما تنظرش للتعليم بالوظائف اللي موجودة عنده، لا لدى اليونسكو، لا لدى الأمم المتحدة، لا لدى المنظمات الدولية المختصة، ولا لدى الشعوب، لا اللي أكثر ريادة منا ولا اللي في المستوى ديالنا ولا اللي أقل منا نهائيا. التعليم لا يخدم فقط الشغل، الشغل واحد من الأهداف، نهائيا الشغل لا يخدم نهائيا، لا واحد تبدأ ديال لي كومبيتونس ديال خصو يتحيد. فإذا المشكلة كله تركب يعني على الفكرة ديال يعني شنو المشكلة بالضبط. يعني المشكلة وحوربة وناقشناها لا في الرؤية وناقشوها الناس في الميثاق وخط طرق أخرى وناقشوها الإصلاحات اللي سبقات، التعليم الوظيفة ديالو الأساسية ماشي هي سوق الشغل. الشغل نعم، ولكن سوق الشغل عنده ضوابط، عنده عناصر، عنده كذا. فاحنا غيبنا الأساس من التعليم، ولذلك
كل الاجراءات اللي تنفكروا فيها للاسف ما تيمكنلاش تؤدي للنتائج المرجوه، لان السياسه العامه ماشي هذا هو قصدها. اجتهد انت وفكر في الجوده وفكر في الاسباب لا العميقه ولا الظاهره لا الممكنه ولا غير الممكنه، وفكر في كل شيء، ولكن السياسه العامه عندها توجه اخر وهي اللي تتبع. وحتى الاشاره اللي جات في العرض ديال السي عبد النصر ذكيه، يعني اللي فيها واحد النوع ديال البلاغه انه الناس ما عندهمش علاقه بملف ديال التعليم فيسهل، لا هو ماشي هي هذاك هو الغايه، هذيك هو الغايه. حتى الا جابوا سياسي محنك وعنده تجربه ومورا حزب راه تيتخلقوا هذيك اللوبيات باش يوصلوا لنفس هذه النتيجه هذه. ولهذا ماشي متشائم، وما عمري غادي نكون متشائم، على كل حال محدود الامكانيه ديال التفكير كاينه، ولكن الى ما تغيرتش السياسه العامه بالبلاد فيما يخص التعليم فيما يخص التصور اللي احنا باغيينو من المدرسه ما تيمكنش نوصلوا للنتائج للاسف، لانه ما يمكنش المجتمع والدوله يغرقوا في تشخيص من 57 حتى 2000 هي يعني نصف قرن من الزمان، و25 سنه اخرى هي 75 سنه، يعني تقريبا سنه ماسيه، ذكرى الماسيه للتشخيص والذكرى الماسيه لاقتراح الحلول، لان هذه السياسه العامه في التربيه مربوطه بالسياسه العامه الاعم، السياسه ديال الاختيارات الكبرى في البلاد. شنو هي سياسه الاختيارات في البلاد؟ هي اننا عند تخطيط السياسات العموميه ناخذ في الاعتبار المنظمات الدوليه والدول الصديقه والدول الشريكه والداعمين. ندير مجلس ديال حقوق الانسان ولكن نحول له الوظيفه ديالو، ندير المجلس الاعلى ديال التعليم ولكن نحول له النتائج اللي تنتهي لها سميتو، يعني نلتف عليها وندير العكس ديالها، نجيب ناس نضاف ونقيين وباغيين يخدموا البلاد، نعم، ولكن نخلق لهم المتاعب ونخلق لهم كذا. ولهذا ربما مؤسف انه احنا ربما الحل اللي جا في بعض الذين نبقاو تنظروا في هذه، انما الا ما تغيرتش السياسه العامه ديال البلاد الاختيارات الكبرى وتحت منها السياسه اللي خاصه بالتعليم، وعاد غتجي من بعد السياسه البيداغوجيه ولا السياسه التربويه ولا كذا اللي هي ترجمه لهذو بجوج واللي فيها هذا الاشكال ديال الجوده. وحال اللي تفضل السي عبد النصر، الجوده في الميثاق راه ثابت من يعني خيط ناظم في حال الارتقاء، ثلاثه ديال الخيوط ناظمه، الجوده هي الاساس، الجوده هي الاساس. 15 احنا الان في 24 يعني 9 سنين شاف بعد 3 سنين غير باش يدوز لا مو. هذه مسألة أولى، إذا مسألة ديال السياسة وماشي مسألة ديال احنا عندنا ترسانة القوانين، تعرفوها السياسيين، تعرفوها المناضلين، تعرفوها النقابيين، تعرفها المجتمع، ولكن عندنا ترسانات ديال تجاوز وتصرف خارج تلك القوانين، ومن اعلى سلطه الى ادنى سلطه، ماشي فقط في الناس اللي تيطبقوا ولا الناس اللي تيتحركوا. الكم انا بالنسبه لي ايجابي، يعني ما خصناش نجعلوا منه هو العجله التي توقف الكيف. الكم واحد المطلب نضالي من اول بيان خرجوه الوطنيين، باقي ما تشكل لا حزب لا والو، غير لجينات او فرق، واحده في الرباط واحده في سلاو واحده في فاس واحده كذا، واستمرت
تعميم التعليم. ولكن المشكله ماشي هنا، وفعلا تحققت نتائج على صعيد الكم لا نقاش فيها، ولكن ما وفرناش مناخ ديال التعلم اللي يكون متوازن مع الكم. كيفاش غدير الكم في قسم في 40 واحد في الابتدائي في التعلم ديال اللغه في المدرسه خاصه تيتعلموا 16 حتى 20 تلميذ بحال اللي قرا الجيل ديالي، كناش تنفوت 25 في القسم 30 في اقصى الاحوال وتيكون صداع وينوضوا التلاميذ يرفضوا وهذه 25، بينما في المدرسة تيتعلم اللغة في 45 واحد. راه الوزير أنت سمعتي في التدخلات اللي دار قبيل الافتتاح وفي كذا 45 ناس تيتعلموا اللغة، فين كاينة هذه؟ 56 وعاد أول أستاذ 56. فبالتالي المسألة ماشي في الكم، المسألة في اللامسؤولية السياسية ديال جعل التعليم هو القاطرة ديال النهوض وديال التقدم في المغرب. ومازال نأكدها وأكدها مرارا، لما تتاح الفرصة في الحديد راه ما نقصناش الإصلاحات، وخا ناخذوا الإصلاح ديال 80 ديال عز الدين العراقي اللي دار في عهد عز الدين العراقي، ولكن إذا درنا السياسة العمومية ديال التطبيق راه غادي نوصلوا للنتائج ديال 40-50%. ولكن الآن ما يمكنش، من يجي النموذج التنموي للسلطات الآن تتجبدو لما تبغي، طبعا هي ما نطبقهاش، ولكن نطبقها في الجوانب. فهذه مطبقه، فهذه مطبقه، كان واحد الوقت يغطيو باش سياسة تكوين الأطر، ودار وزارة خاصة بتكوين الأطر. دابا سوق الشغل، أسيدي سوق الشغل الناس عندها الامتيازات اللي ضرورية واللي موجودة في العالم كامل، عند الشركات وعند المقاولات وعندي من الأرض للمساعدات للنظام الضريبي لي 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 لي. فكيفاش دعاو تزيد حتى أنا؟ ولذلك مسألة التقييم، سينا جيتي عرف هذه المسألة، هذه لم يكتب حرف واحد، حرف ماشي جملة في الرؤية قبل ما يكون عندنا ثلاثة ديال التقييمات أساسية، واحد ديال الاختصاص درتو الهيئة الوطنية للتقييم، تقييم لماذا أخفق تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، هذا التقييم الأول، كلمة واحدة حرف واحد ما تخطش في الرؤية قبل ما يكون هذا. وهذا التقرير ما صوبتوش الهيئة في بيرو مغلق، لما تصوب جاء الجمع العام وكان أعلى نسبة ديال التدخلات قبل ما نوصلوا للرؤية، 45 تدخل مناقشة تقرير ديال الهيئة على لماذا لم ينتهي تطبيق الميثاق إلى، وطبعا تعرف السيناجي وتنعرفوا لما تمين هذا تطبيق الميثاق، جا الضمان الملك والضمان ديال يوسفي والبرلمان. هذا التقييم الأول. التقييم الثاني للقانون، القانون المتعلق بالتعليم العالي 001 وكذا وهذه. والتقييم الثالث لجان، جوج ديال التقارير ديال اللجان وجدت في ذاك الوقت زيادة على كل الاستشارات اللي دارت مع الأحزاب مع النقابات مع المجتمع المدني مع النخب، النخب ديال اللغة، جوج جلسات كبيرة مع عشرة ديال الناس ديال اللغة مع كذا، كلها تقييمات. عاد بدينا ومنين وصلنا باش نناقشوا هذيك الرؤية، وعارف السناجي طبعا، ناقشناها سطرا سطرا، تنقرا من المنصة وتناقشوا حتى تيادي. والمسائل ديال اللغات جوج جلسات زادت المجلس، يومين زادهم،
باش ما يكون كاين لا التباس ولا غموض ولا والو. ولذلك قلنا خص قانون اطار، ولكن قانون اطار نياج لذاك الرؤيه كامله ماشي الطرف منها، ويجي وزير باختيارات اخرى ويدمج فيها ما يشاء. لا، الرؤيه بما انها مرت بهذا المسار وتسعين الناس، والنهار اللي كانت تناقش المناقشات وصلت حتى ل 80 تدخل، ومن داك 90 الناس 60 كتبوا، مشات لهم ورقة رسمية ديال إبداء الرأي في ثلاثة أربعة الأسئلة اللي أساسية، كتبوا كتابة بالعربية وبالفرنسية 60 من الأعضاء. في 20 نبداو عاوتاني من جديد الجولة، دارها الوزير على المغرب كامل، العبث هذا العبث. لذلك إلا سمحوا لي واخا شوية طولت، التعليم ما كايناش إرادة نهائيا ديال إصلاح ديالو. ونعاود نذكر شي مرة نذكروا شفويا واحد جزء من الخواطر ديال عبد الله العروي، مادام الأشعري شار العروي على مسائل ديال اللغات وكذا، هي خواطر ماشي. قال يعتبر أن من المدارس الخاصة ومن المدارس ديال التعليم اللي تيتسمى محدود حتى في المغرب، يعني ما يتشوف دابا المناصب الى حيتي وزاره الاوقاف شويه وزاره العدل ويمكن التعليم ويمكن كذا، راه الاطر كلها جايه من التعليم المحدود خاص او عمومي. ودابا لا هي طبعا محدود حتى خارجي، لان حتى خارج الخارج كله محدود، لان يعني العلوم الانسانيه براسها في الخارج لا ما فيهاش الادي، وحتى الا كانت محاضرات حاجه والدروس حاجه اخرى. طبعا تعرفوا السمنه هادشي لا في الولايات المتحده ولا في اوروبا ولا في كذا، حتى العلوم الانسانيه ما تضرش في الكم، تضرش في الكم. ولهذا كنقول ربما لباب بصيص الامال او بصيص التفاؤل خص شي صيغه ديال فرض سياسه عموميه، اولا فيها الاختيارات الكبرى اخرى غير التي يمشي عليها المغرب او غير التي كان يريد ان يسير فيها ولم يوفق، وضمنها سياسه تعليميه باختيارات اخرى، لانه دابا اثيوبيا المغرب تيساندها اقتصاديا معها في مفاوضات على مسانده اعمق ولا كذا، ما تيهمش، هي في التعليم اقوى من المغرب. انغولا هما اقتصاديا كذا، ولكن في التعليم انغولا كذا، يعني بلدان افريقيه ما تهضرش على هذه. الاردن، تونس قبل هاد الجنون اللي عايشاه دابا، الخليج بأساليبها بطرقها وبكذا، ولكن علاش المغرب اللي عنده المؤهلات الكاملة باش يكون أقوى ما بغيش يكون أقوى؟ إن هذا مشكل. يعني وزير أربع شهور القطاع ديالو ما خدامش، وتبعو وزير آخر أربع شهور القطاع ديالو ما خدامش، وتبعو وزير وتبعو وزير جوج ثلاثة القطاعات فيه ما خداماش، محامون كتاب الضبط والقضاة الخاصين وكذا، ومع ذلك جالسين مزيانين في التلفزيون بخير مزيان، ما كاين حتى مشكلة. والرياضة، الرياضة سيد ساكن في ألعاب القوى هذه أكثر من 20 سنة
ويحصد الهزيمات والهزيمة من الصين، يعني من الألعاب الأولمبية في الصين إلى الألعاب الأولمبية في اليابان إلى الألعاب الأولمبية في سميتو باريس، وإحنا يا مازال كذا. ف يعني مشكل أعوص من إشكالية الجودة، ماشي تنقصد العرض، العرض قوي ولا تعرف الاحترام ديالي اللي ما تكتبه وأقرأ بانتظام ما تكتب بما فيها الكرونولوجيا اللي كتبتي على الإصلاحات وكذا، ولكن للأسف حالي تنقول يعني الأمور تتجاوز الجودة. شكراً. هذا هو. شكراً سي محمد. وقع شكرا سي ناجي على هذا العرض القيم والغني بالمعطيات. وقع انا بغيت نسلط الضوء على بعض الاعطاب اللي كتبان لي كبيره في النظام ديالنا التعليمي من خلال سواء تجربتي ك ممارس في الجامعه او واحد التجربه ديال 6 سنوات في مجلس المستشاري كرئيس لجنه ديال التعليم. والخلاصة الأساسية اللي كنت كنطرح دائما أو السؤال اللي كنت كنطرح دائما وحنا كنناقشوا كل سنة الميزانية ديال التعليم وكنشوف داك الأرقام داك الشيء، كنقول جوج الأسئلة في الواقع: هل يمكن إصلاح التعليم من باب الروح؟ يعني المغرب كله غادي نصلحوه بقانون كيصدر في البرلمان وب يعني مناشير ومذكرات وقرارات ديال الوزير. والسؤال الثاني كنت كنطرح كتجي داك الميزانيه زعما كبيره بزاف بالمقارنه مع ما يتطلبوا زعما نظامنا التعليمي وداكشي اللي كنعيشوا. فعلا درنا واحد العمليه حسابيه ولقينا بانه بامكان تقريبا داك الساعات كنا وصلنا 70 ديال المليار، كنت دابا كنظن وقيله تجاوزناها 70 مليار ديال الدرهم الميزانيه السنويه ديال التعليم. يمكن الدوله إلا بغينا نبسطو شوية هاد الصورة اللي غادي نعطيكم، كلا تخلص إلا اعتبرنا نظام القطاع الخاص فيه الجودة والقطاع العام فيه الجودة، زعما إلا بغات الدولة تقري ولاد المغاربة في القطاع الخاص وتخلص على كل واحد ما بين 1000 حتى 2000 درهم غادي لا غادي يشيط الخير. ولكن راه ماشي قطاع خاص، وهنا فعلا كاينة تجربة اللي شفتها أنا بعيني اللي كتعالج المشكل المركزيه وكتعالج هذا المشكل ديال الحكمه التدبيريه، وهو النظام ديال التعاقد وفق دفتر تحملات بين جهاز مصغر يشرف على المدرسه في علاقته بالدوله. الدوله كتخلص على الناس اللي كيقراو، كتخلص فعلا هي اللي كتخلص، ولكن كتخلص غير واحد المؤسسة اللي فيها 6 7 8 10 ديال الناس اللي كيدبروا المدرسة وفق دفتر تحملات. إلى استوفيتي دفتر التحملات راه كتبقى عندك المدرسة، ما استوفيتيش كتحيد لك المدرسة. ما عرفتش واش فكرة مفهومة. بمعنى آخر هذه مدرسة عمومية كتشتغل بهذه الطريقة. أنا شفتها في هولندا، شفتها في هولندا كيفاش انه طاقم تربوي وبيداغوجي وايضا تسييري، لان دابا ما يمكنش واحد حيت قديم كيولي مدير، راه ما يمكنش استاذ قديم كيولي مدير. راه الاداره التربويه عندها قواعد ديالها وعندها دابا عاد ولاو كنظن كيديروا هذه القضيه ديال. ثانيا كاين مقتصد اللي كيدبر، ثالثا كاين استاذ متعاقد، خدمتي كتخلص ما خدمتيش ما يمكنلكش تخلص مع الدولة ولا مع غير الدولة، لأن هذا التعليم ماشي أي حاجة. دابا حنا المدرسة العمومية كيتكلم بشكل كاريكاتوري الله يرحمه سي محمد الوفا، كان مشى لواحد المدرسة فاش كان وزير ديال التعليم في الدار البيضاء، بالصدفة دخل على غفلة عند واحد القسم لقى معاهم شي أستاذة قال لهم شنو عندكم دابا؟ قالوا حنا عندنا حصة الرياضيات ولكن أستاذ الرياضيات ما كيجيش وهي معمرين لهم الوقت. قالوا ما يمكنش شنو سميت هذا الاستاذ، خدا الاسم ديالو تم غادي بالسياره ديالو بانت لواحد المؤسسه خاصه. قال انا ندخل نضرب دويره الثانيه، دخل طلع في الدروج على غفله دبروك يقري تماك شنو كتقرا؟ وكنقراو الرياضيات. شنو سميتك؟ قال له فلان. قال له عليك كنقلب. دابا كيحكيها بشكل كاريكاتوري ولكن في الحقيقه كتلخص الازمه اللي عندنا. ما كانش واحد كيقري في المدرسه العموميه وفي نفس الوقت الان في الجامعه. ولكن اللي مهم هو انه
وهذيك المدرسه اللي فيها التعاقد مدرسه التعاقد هذاك الاستاذ كيتخلص مزيان كيتخلص مزيان ولكن اللي كيخلصوا ماشي الوزاره من الرباط ما عندوش نيميرو تصوم يقدر يكون عنده نيميرو تصوم ولكن اللي عنده هو داك المدير اللي كيتعامل معه طبعا اللي غينوضوا ليك هما النقابه تيرفضوا هذا لان ما يبقى عندهم حتى شي دور في الواقع ولكن من الناحيه العمليه حلينا المشكل ديال هذاك التدبير السيء في الجانب الحكامه الماليه كنتذكر في 2017 كنظن تعرضت علينا الميزانيه وكان واحد الرقم كبير ديال اصلاح مع فعاد السي حصاد الله يذكره بخير ديال اصلاح الصبورات والمقاعد وداك الشيء داروا البرلماني الملاحظه كيفاش هذا الشيء كذا حتى هو انتبه قال لك الحقيقه القضيه انا غادي نمشي نراجعها ونرجع عندكم فاش رجع جا هذاك الرقم كبير وتكلم مع كان داك ساعات العربي كنظن اللي كان ديال التكوين المهني السي بالعربي بالشيخ قال له واش قال له واش في التكوين المهني ما يمكنلكمش تصوبوا هاد الصبورات وهاد المقاعد قال له يمكن لينا اذا قال له هادشي ديالنا في ديالنا علاش نعطيو حنا الشركات ديال القطاع الخاص نقصنا الا ما خانتنيش الذاكره واحد المليار ولا جوج ديال المليار ديال الدرهم ولكن كانت النتيجه واحد السكوندال كبير سي جو ام نوت كتحتج علاش يعني فهو شنو دار واحد البحث قال هذيك الشركه كتستافد من عام واش 79 ولا 80 كتستافد من داك المارشي في حين انه يمكن لي تصوب بسيط هذا غير نموذج ديال الحكامه في الجانب المالي اللي تحررنا من هذا المركزي ولكن بالنسبه لي المركزي عطب كبير ما يمكنناش نصلحوا في ظل المركزي لذلك مازال متشبتين بالمركزيه مع عند ذلك اننا لا نريد الاصلاح ما دام اننا ما عندناش تعاقد ديال الناس اللي كيدبروا المدرسه اللي كيحسوا بالمسؤوليه على ذاك المدرسه الى حقوا الاهداف البيداغوجيه والتربويه غتبقى عندهم ما حقوهاش غتمشي لهم وتعطى لطاقم بيداغوجي اخر اقتراح بسيط وكيمكن يدار ولكن بيننا وبينه زعما شرط القتاد كما كيقولوا المساله الثانيه اللي بغيت نناقشها معكم هي القضيه ديال هذا العطب الكبير بحق تكلم عليه السي عبد الحميد هو ديال ربط التعليم بالمهنه بشكل عام او بسوق الشغل او حتى بالتوظيف هذا من اكبر العطب هذا المفهوم الميركونتيلي للتعليم يعني التعليم هو ماشي تجاره ماشي وبالتالي بالفعل فاش كتجي تامل دابا في المسارات وفي المسالك ديال التكوين كتلقى داكشي اللي محتاجه الدوله راه عندها منين تجيبو الباقي اون لو جير 81 ولا 82% اللي كيقرا في التعليم العمومي كنجيريهم كل ساعات كنديروا لهم اصلاح 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 ولكن في الحقيقه الا بان منهم شي واحد يمكن يطلع شي واحد في وسط التعليم العمومي داك النوابغ كيخرجوا ولكن الناس اللي عندنا بهم الغرض الطبقه المتوسطه راه كتقري ولادها فلوس والطبقه العليا عاوتاني عندها مؤسسات والدوله حتى كدير مؤسسات وخاصه دابا في التعليم العالي دابا داك الرقم ديال 19% ولا 18% راه تجاوزناه في التعليم العالي في بعض القطاعات دابا باش نفهموا هادشي اللي ما مفهومش في الحقيقه ديال تعطل الدراسه في كليه الطب لمده 9 اشهر انا ما فهمتو حتى الدخول دابا الجديد عاد فهمتو فاش سجلوا 4000 طالب في كليه الطب الخاص مقابل 6000 طالب في التعليم العمومي اذا 40% تدبير ديال القطاع الخاص اذا المستفيد من هذه الازمه هما مؤسسه التعليم العالي الخاص في مجال الطب إذا دابا حنا فهمنا دابا وإلا كيف يعقل أنه واحد الوزير فاشلة في حل أزمة بسيطة مع هاد الطلبة ماشي مشاكل معقدة ويبقى في البلاصة ديالو 9 شهور زعما ما كاين حتى مشكل حنا كنعرفوا كيفاش الوزراء كيتم التعامل معهم من طرف مؤسسات الدولة في ملفات بحال هكا ملفات اللي هي عندها حتى تداعيات اجتماعية وسياسية ولكن مع ذلك كاين واحد التسامح عجيب وغريب غير مفهوم الا الا ربطناه طبعا بعملية خصوصا اللي كيخضع عليها القطاع الخاص في مجال الصحة غنفهمو وبالتالي يعني تحولات كبيرة في النموذج الاقتصادي والاجتماعي ديال البلاد ديالنا ثالثا ما يمكنناش نحلوا المشكل ديال التعليم وحنا كنكرسوا الفوارق بين ابناء المجتمع الواحد كنزيدو نكرسوه وكنعمقوه بواحد العدد ديال الاختيارات وبالتالي انا في نظري
هذا غادي في واحد المؤسسه ديال التعليم العالي عاوتاني كتعطى لها يعني استثمارات كبيره وضخمه. بدات النبلوله غير في الهندسه، ولكن دابا ولات كلشي نموذج ديال الجامعه ديال بن قرير، فعلا فيها ميزانيه ضخمه، تعليم مستوى عالي، كتستقطب احسن الاطر، وهي الاولى كتاخذ احسن التلاميذ في البكالوريا. المباريات ديالها ديال الولوج هذا كتكون هي الاولى قبل المؤسسات الاخرين باش اجود التلاميذ كيمشيو وكيخلصوا على راسهم، اولا كتعطى لهم منح بالنسبه للمتفوقين. ولكن في الواقع كتكرس الفوارق بين ابناء المجتمع الواحد، كتعطي نظام تعليمي جيد وفيه مواصفات الجوده العاليه اللي كيمكن لك تقارنه ب يعني باحدث ما كاين في العالم. زعما ماشي في بعض القطاعات اخر ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثه مثلا في مجال الهندسه المعماريه وكذا، هادو اللي مازالين كيقطعوا هذا تما داكشي بلوري، داكشي يعني في احسن المستويات. قضيه الكم والكيف، حنا راه فشلنا في الكيف وحتى في الكم بالمناسبه. عدد الطلبه ديالنا تقريبا 1,300,000، تونس بحالنا، تونس هما 1,100,000 ولا 200,000، بمعنى انه في الجامعه ما عندناش الكم. يمكن سي نجي صحح لي بالمقارنه مع دول اخرى، الجزائر، تونس، المعدل اللي موجود حتى في اوروبا حنايا قل بزاف، 1,300,000 من اصل تقريبا 40 مليون هو عدد قليل يعني من ناحيه الكميه، راه ماشي عدد كبير. الجزائر اكثر من واحد من ألف ياك بعد الساكنة. الساكنة ما بين 18 و23 سنة، في المغرب 40%. ما بين 18؟ لا، كيشوفوا الطلبة اللي كاينين في التعليم العالي وكيقسموها على الساكنة ديال 18 و25 سنة. اللي في المغرب 40%، هذا المؤشر 40%، وراه ارتفع في هذه السنوات الأخيرة بزاف. في اوروبا، ما بين 80 و90%. هذا هو تقريبا 100% ديال المسلمين. عاد يعني عندهم ما بين 18 و23 سنة، التعليم العالي عاد تعليم الكبار في الجامعات، عاد التعليم المفتوح، عاد الجامعات المفتوحة، هادشي هذا جامعات شعبية، عاد هادشي حنا ما 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 عندناش. وصراحة يعني فعلا كما قال سي عبد الحميد، مازال يعني مشكل ديال الإرادة يعني السياسية. فأنا بنظري هادو ثلاثة ديال المشاكل، الأولى المركزية، الثانية هاد المفهوم الميركونتيري للتعليم ربطوه بسوق الشغل، لأنه التعليم في الجوهر ديالو هو كنكونو المواطن، مواطن خصو يتعلم باش يولي عنده واحد السلوك مدني، باش يولي عنده معرفة بشؤون الحياة، باش. وهادشي راه كان الحق قبل الاستعمار، راه كان عندنا هذا النظام، كانوا الناس ما كيقراوش باش يخدموا، بالعكس كانوا تمام. دابا في النظام التكوين المهني، النظام ديال 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 القرويين ما كانش مبني على هادشي، كانوا الناس كيخدموا هما العصر كيمشيو يقراو، وبالتالي كنتي كتلقى واحد كيبيع الخضره ولا كيبيع يعني المعدن ولا كيبيع اللباس ولا كيبيع كذا، وهو مثقف وفاهم وعارف وكيمكن مهندس يعني عارف بزاف ديال الحوايج، ما عنده يعني كيتعلم باش يتعلم، ما عندوش علاقه ب الا ربطنا التعليم بسوق الشغل سواء في القطاع العام في القطاع الخاص، يعني نبداو نخرجوا واحد النسبه محدوده اللي كنحتاجوها، وهذا هو هذا مشكل كبير. فنكتفي بهذا القدر، شكرا لكم. كاين واحد الاعطاب اخرى مع ما 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 سي نجي، هي هذه القضيه ديال الامتحانات والاختبارات، والدري كيمشي في الصباح للمدرسه خاصه الابتدائي والاعدادي حتى الثانوي من 8 حتى ل 4:30، فاش كيجي للدار واحد لا ليست ديال لي دوفوار في مختلف المواد.
زائد الدروس الخصوصيه ولاو عايشين الدراري واحد الضغط سلوكي هما كيكرهوا في الحقيقه الدراسه غير حيت ربطنا عندهم مستقبلهم يعني الوجودي فما عندوش خيار الا انه يقرا والا هو في الحقيقه ما كيقراش عن حب وعن عشق لداكشي اللي كيقرا هذا المرض ديال الاختبارات وديال لي دوفوار الواجبات هذا مرض جانا من نابليونيه حيت المدرسه الحديثه دي صوبه نابليون العسكري صوب نظام عسكري في التعليم في الحقيقه هذا ماشي تعليم مدني تعليم مدني كيخصو يدار والناس باغين يقرا وما تابعهم حتى شي حاجه تابعهم لا امتحان لا والو في لندن ضل تبعت لهادشي ما بقاش عندهم بعدا داك النظام الابتدائي كيديروا خارج الاسوار كيديروها في الطبيعه وكيتعلم كل شيء في الطبيعه لا الحساب ولا الجغرافيا ولا التاريخ ولا كل شيء كيتعلموا في الطبيعه لان التلميذ بيداغوجي ما يمكنليش يجلس اكثر من 40 دقيقه بلا ما يتحرك حتى كتجلسوا 9 ديال الساعات ولا 8 ديال الساعات فيها ساعه خصو يمشي ياكل في الكونتين تما ها الساعات 40 واحد ولا 45 لا دابا حتى كتهم بعدا سكتهم حتى في التعليم الخاص بلا ما نتكلموا على البنايات ديال التعليم الخاص هي بنايات في الحقيقه غير صالحه للتعليم مازال التعليم العمومي شويه غيري ولكن التعليم الخاص فبالتالي زعما كنظن عندنا مواصفات كلها باش نديروا زعما منظومه تعليميه جيده ولكن كاينه عوائق سياسيه وبيداغوجيه وايضا حتى هذا الارتباط بالنموذج ديال المدرسه كيف ما خلاه المستعمر قادرين زعما نبدعوا وبقينا هكاك شكرا سي عبد الناصر. في الحقيقة أنا لست طبعا متخصصة ولكن أنا امرأة تعليم لكل حال. غادي غير في حق نتفاعل مع التدخلات اللي جات من طرف الإخوان. السي الأشعري تطرح السؤال شنو إذا بغينا نقولوا واش زدنا ولا ما زدناش. أنا تنظن على كل حال في قضية الكم زدنا أون بو با زعما لو نيي كوميم لا جينيراليزاسيون ديال التعليم كوميم إلا خديتيها لا على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد طبعا زدنا تعميم التعليم كان وبالخصوص في واحد اللحظات معينة اللي هي لحظات نقولوها خصنا حتى هادشي راه مرتبط بالسياسة نهاية منتصف التسعينيات مع حكومة التناوب القضية ديال التعميم ولات مركزية وحقق فيها المغرب وأنا بالمناسبة تهمني هذا الجانب المغاربة جميعا ولكن في هذه المناسبة باش حتى التعليم ديال الفتيات في الحقيقة غادي يعرف واحد الدفعة كبيرة وتعميم التعليم على العالم القروي اللي كان لمدة طويلة وهو محدود ومحصور وهذا إذا أنا تنظن القضية ديال الكم المغرب دار فيها مجهود طبعا شنو اللي وقع من بعد ومن التحديات اللي غادي تبان هو أنه ولينا تنديروا مجهود باش ندخلوا التلامذة في سن التدرس ولكن الانتقال من بعد هذا ولا الهضر المدرسي بشكل رهيب جدا ولات هذيك المشكله ديال الفوارق اللي واقعه ما بين البنات والولاد ولكن سورتو ما بين العالم القروي وما بين العالم الحضاري وهذه راه باقا احد المعضلات الكبرى اللي مطروحه في البلاد دونك هذه غير الاصلاح بحال اللي جا على لسان السي الاشعري الاصلاح التعليمي انا بالنسبه لي هو اصلاح هو الجوده زعما في نهايه المطاف شنو باغي نصلحوا راه بالضبط لان في نهايه المطاف المنتوج اللي تتخرجوا المدرسه العموميه ما الجوده على كل المستويات والسي ناصر راه تكلم بما يكفي على جميع المعايير والمستويات والابعاد ديال الجوده وحنا تبارك الله وسطع النبي راه الجوده ما عندنا حتى في شي حاجه لا في القرائيه ولا في اللغه ولا اونكور موا الا غادي نزيدوا ندخلوا نعمقوا فكر نقدي امكانيه ديال الشغف بالقراءه دونك فوالا معضله راه ديال الجوده دونك بالنسبه لي انا ملي تنتحدثوا على الاصلاح راه تنتحدثوا اساسا على قضيه الجوده الان انا ما غندخلش في التفاصيل انا تنتقاسم الفكره اللي جابها السي عبد الحميد وفات له بالمناسبه في هذه المؤسسه عبد الرحيم بوعبيد هذه يمكن واحد قبل الكوفيد كان قال بوضوح انه كاين شي حاجه ما في الدولة ما كيفي كو اون بلوك الاصلاح ما كايناش اراده سياسيه فوالا دونك انا ولكن انا دابا هنا في الحقيقه تنقول الاراده السياسيه ملي تنقولوها هكا بشكل عام شنو شكون هو اللي كي اون فيز شكون
انا بكل تواضع وموضوعيه سنعتبر كاينه الدوله العميقه هما هذوك اللي راجعوا على السي ناصر لا على المستوى هذا ولا على مستوى الاداره، ولكن انا تنظن كاينه كوميم اوسي مسؤوليه ديال الفاعلين احزاب اساسا ونقابات، ما كاينش فيها مناقشه، ما يمكنش نبقاو دائما يعني تن اكزاكتو الفو كوميم كوم ميت لو دوا اوسي سور لا ريسبونسابيلتي ديال الفاعلين. وانا تنظن راه الدوله فواحد الدوله بشكل عام فواحد المرحله معينه منين على كل حال منين فهموا الفاعلين ان المغرب غيسطح الحيط وانه يلفا فالوار كون ديمار لي ريفورم على فوا بوليتيك كونستيتيسيونيل بوليتيك وندوزو من بعد السياسات العموميه، راه بحال كنا بدينا تنتلمسوا الطريق نحو مشروع وطني، لان في نهايه المطاف انا بالنسبه لي التعليم يعني عنصر مركزي في مشروع وطني، اش باغي نديرو بهاد البلاد، فين باغي نمشيو بهاد البلاد. كان بحال بدينا تنتلمسوا نسبيا الطريق، وهي فاش راه داير الاستاذ ناصر تيتحدث على هذا الكتاب الابيض وهذا، راه جا في هذاك المرحله، بمعنى كان كوميم واحد النوع ديال الاراده ديال ان نزيدوا الامور. انا اللي تيبان لي انه من بعد في الحقيقه غير غادي نلخصها وانا ماشي متخصص في هذا الشيء غير ملاحظتي، هو انه من هذه النقطه هذه غادي ننتقلوا صراعات ما بين الأحزاب، صراع هوياتي بكل معاني الصراع الهوياتي، والتعليم كان أحد الأحصنة اللي استعملت في هذا الصراع الهوياتي، واللي في نهاية المطاف كان كل واحد تيجر عنده واش غادي ندرسوا الإسلام ولا غندرسوا التربية الوطنية، واش غنديروا قيم دينية ولا غنديروا قيم حقوق الإنسان، ولا والحال أنهم التي يكون عندك مشروع وطني وعندك رؤية حقيقية وعندك عمق وبعد تاريخي ديال هذه البلاد تتعرف أشنو هي القيم اللي خصك تزيد اللي خصها تكون الأساس اللي غادي نبنيو به المواطن المغربي اللي تنتمي لهذ الأرض، ما تنتميش للمريخ. دونك بو موا ضيعوا علينا واحد الوقت طويل كله في هذه الصراعات الخاوية. والنقابات طبعا غادي النقابات ماشي باش هذا حاشا، ولكن انا تيبان لي تجربتي حتى انا النقابيه الصغيره لانني دوز كومين في النقابات. النقابات عموما الا باستثناء نعم اون ديغي عندها مشكلتها هو كل ذاك الجانب المتعلق بتحسين الشروط ديال الحياه ورفع المستوى الاجور سكي نورمال ايفيدون بيان سور، انا ما غادي نقولش لا، ولكن انا عندي الاحساس النقابات ما عندهاش مشروع بحال ما عندهاش بدائل ديالها على كل المستويات، لان النقابات التي تحترم نفسها وحنا تنشوفوا هذا الشيء بلدة اخرى راه تكون عندها مقترحات تفصيليه وتدقيقيه في كل القضايا، ماشي تكون عندها الشعارات العامه ولا. النقابات عموما طاحوا في الريع وطاحوا حتى هما في ذاك المشاكل ديال التفراغ وندوز من هذه راه حنا تنعرفوا هذا. هادشي هذا شنو غادي يوقع وهادشي علاش نقول لكم انا ماشي متخصص، ولكن الملاحظه ديالي اصحاب الحال غادي يستغلوا واحد هاد الصراعات هادي غادي يدوزوا لا فيتاس سوبيريور هو هادشي اللي ولينا تنعيشوه اليوم، بمعنى انه غادي ننتقلوا من داك المحاولات مشروع وطني الى هاد الصراعات الهوياتيه باش يجيو هادو صحاب الشكاره وصحاب المال وصحاب واللي اون فيت هادو اللي كاينين في الحكومه ممثلين ديالهم، باش ما نبقاوش انا بالنسبه لهم الممثلين ديالهم تيدافعوا على هذه الفكره اللي نتوما واضحه لكم، انا ما واضحاليش بزاف عاد نطرحها، تيدافعوا لانه التعليم خصو يعطينا داك الشيء اللي غيعطينا لسوق الشغل في اطار واحد النموذج اقتصادي نيوليبراليه متوحشه في بلد يعتمد على الفساد والريع، زعما هذا ماشي تام نيوليبراليه اللي عند ماليها بالشغل ديالها، ودونك من يؤدي الثمن في هذه المصيبه الكحله هما المغاربه هما عموم الشعب، هما هذه الفئات اللي ما عندهاش اللي غادي يدافع عليها، وهي الفئات العريضه ولا الطبقه المتوسطه اللي هما ولادنا تنقريوهم وتنخسروا عليهم زمازم قلبنا وتنوليو تنديو الضريبه للدوله وتنخلصوا القطاع الخصوصي باش نضمنوا لولادنا تعليم جيد، عوض ما نتلهاو بحياتنا الثقافيه والعلميه تيولي خصنا اكثر من نص الوقت ديالنا خصنا نقريو ولادنا ونواكبوهم، لانه لا يكذب عليك الكذاب قطاع الخصوصي والله ما قريتي ولادك وبناتك فيها لا زادوا القدام خصك تواكبهم
وهم في المسائل في المسائل كلها. دونك انا بالنسبه لي السؤال العريض اليوم جوستومون هو هذه القضيه ديال كيفاش خصو التعليم يتصرح في اطار مشروع وطني. اذا كيفاش التعليم خصو يتصرح في اطار مشروع سياسي ديمقراطي لمواجهه اولا الاستفاده من دروس هذه التجربه العويصه ديال داكشي اللي قلت لكم على الصراع الهوياتي. ما تنقولش انا ما خصوش يكون نقاش ما نقولش ما يكون، ولكن مصلحة العليا ديال ولاد شعبنا هي اننا خصنا نكونوا مواطن. ولكن هنا غنرجع فاش قلت لكم انتم عندكم وضوح، انا راه ما عندي شي وضوح كبير. يمكن الفورماطاج وقع لي تالمون كو مي تتقولوا ما نربطوش بالشغل. التعليم خصو يكون المواطن. انا من نهار دخلت المدرسه وانا بنت واحد الجيل ما بعد الاستقلال، بغيت راه دخلنا باش نقراو وكانت عندنا الشغف ولقينا اساتذه اللي علمونا بزاف الحاجات ولي سمحوا لي. انا امي كانت تقول لي خصك تقرا بنتي باش تخدم، باش ما تقولش الراجل اريلي باش نمشي للحمام. وهذه تيقولوا قالوها لنا امهاتنا حنا البنات ديال جيلي كله. بمعنى طبعا كان الشغف، طبعا التبلينا، طبعا توسكون فودغازا، يعني التعليم عطانا هذاك الشيء كله. ولكن كنا تنقراو اوسي باش نخدموا، باش زعما دونك يمكن ما كانش عندكم سيفيزامون كلير. مي انا بالنسبه لي طبعا كاين فرق ما بين ليكول المدرسه ومن بعد الاعدادي والثانوي. داكور اوكي المدرسه ايه مي غير تنقول وي كنت ملي كندخل الاعدادي والثانوي ديك حاجه اخرى. اوكي دونك وي داكور حيت بغيت في النهايه انا في الحقيقه التقدير عجبني الحل، لانه فما في دون ريزون انا دائما دون ما تيت باسكو كوميم رانا مرا ديال التعليم. ايفيكتيفمون انا تيبان لي مشروع وطني حقيقي غندخلوا فيه التعليم الا غنديروا اصلاح خصو 25 سنه ما كاينش فيها مناقشه، لان تي دو طابلي بانك تخصص واحد الزمن لهذاك التعليم الابتدائي ثم الاعدادي ثم الثانوي. هذه فيها 25 سنه السي اشعاري، سي فو دو ديبريمي كونتيني ا ديبريمي 25 سنه منها ما كاينش فيها مناقشه. اونكور فوتيل ديماري لا ريفورم، ديماري لا ريفورم. انا مع هادو ما تنتصم ها بالنسبه لي دازت عليه 70 سنه يمشي يكتب الروايات ديالو وغيكون هذا. اذا انا بالنسبه لي هذه القضيه ال 25 سنه ما طرح نفسها. اونكور فوتيل ديماري كوم جي دي. انا مع هادو غادي تسمحوا لي وانا دو توت فاسون تنهضر بوضوح، ما تنمشي جو في با كات جو. هادو اللي تيحكموا البلاد اليوم ما عوالين لا اصلاح ولا والو، عوالين يزيدوا هبطوا البلاد لمستويات خطيرة جدا، وحنا تنعيشوا يوميا التمطورات ديالها. إذا أنا بالنسبة لي المؤسسة هذه الرائعة اللي حنا تنتواجدوا فيها، المزيد من النقاش في هذه القضايا والتدقيق ديالها وتوسيعها على فاعلين متعددين. وشكرا. شكرا للمؤسسة، شكرا سي ناجي على العرض ديالكم. حضرت في النهاية ديالو، المعطيات اللي حضرت فيها كلها أتفق عليها. أنا كنحضر في لقاءات حول إصلاح التعليم من 1988، يعني هذه 35 سنة حضرت أربعة الأنواع ديال اللقاءات. اللقاءات المهنية باعتباري رجل تعليم، لقاءات سياسية اللي داروها أحزاب وشبيبات ومؤسسات حكومية، لقاءات جمعوية ديال المجتمع المدني، ولقاءات نقابية. في هذا المسار كله خرجنا بواحد العدد كبير من التوصيات اللي وضعناها الآن في لائحة غادي نفرشوها إلى الصين، طويلة جدا عمرة بالتوصيات ولم تفعل هذه التوصيات. فإلا غادي نقول اليوم إلا غنجاوب على سؤال الإرادة السياسية ونقول أنه توجد إرادة سياسية، إما أنني مغفل وإما أنني أكذب، لأن من بعد هذا المسار كله اللي خدمنا فيه وشفنا ونضلنا وترأست جمعية مهنية، أنا كنت رئيس جمعية مدرسي الفلسفة. فيمكن نقول بكل وضوح وبكل صدق لا توجد إرادة سياسية لدى الدولة المغربية أن يكون عندنا تعليم جيد، وما غاديش نخوضوا في الأسباب. مشكلة نماذج
في التعليم هي مشكلة كبيرة. في الأول توقعنا في النموذج الفرنسي اللي هو ما تطورش، ما مشاش في الاتجاه اللي مشات فيه دول أخرى اللي نجحت في التعليم بشكل أفضل. ثم من بعد بدينا كنستعرض تجارب من بلدان أخرى مثل كندا وغيرها، ودخلنا في واحد الفترة ديال التجريبية. كل مرة كنقولوا دابا غنوقفوا هذه المقاربة، دابا راه كاين واحد الفكرة أخرى جديدة، واحد المنهجية كيخدموا بها الناس واحد المدة، كيقول لك وقف هذا الشيء راه عاود كاين. وصدقنا في التجريبية، ولكن اللي غائب في هذه التجارب كلها اللي دزنا بها هو باش ساهمنا حنا كمغاربة في تطوير تلك المناهج انطلاقا من مواقعنا. لا شيء، لأن ملي كتجيب واحد التجربة راه كتحطها في واحد الواقع ديالك اللي انت عارفه اكثر من الناس في العالم، باش ساهمنا انطلاقا من واقعنا المغربي ومن اخفاقاتنا ونجاحاتنا في تطوير المنهج وملائمته مع الاهداف ديال المدرسه المغربيه. الحقيقه الحصيله هزيله. موضوع المدرس هو موضوع ذو شجون، والان انا شخصيا بصراحه يحزنني هذا الحزن كبير جدا موضوع المدرس. علاش؟ لان ما نعرفش واش كتواكبوا هذا او لا، انا اتابع الناس ديال التعليم تدوينات ديالهم في الفيسبوك، واتابع الجلسات ديالهم في اي مكان، كنشوف رجل التعليم من بين التجار والحرفيين وكذا كيفاش كيتكلم، فيحز في النفس أنني نقول بأن المكان الوحيد لواحد العدد ديال الناس مدرسون اللي ما خصش يكونوا فيه نهائيا هو المدرسة للأسف. واش دابا مدرس ديال الابتدائي اللي كيكتب في الفيسبوك ديالو الآن اكتشفت الحقيقة أن الأرض ليست كروية، هذا كيقري في الابتدائي وكعرفه شخصيا وكاتب بأن الأرض ليس، كيفاش غيقري؟ شنو غيعطي للتلاميذ؟ كيفاش غيوقف قدام المكان الوحيد اللي خصو ما يكونش فيه هو المدرسة، لأنه لا يمكن أن يكون مدرسا نهائيا. كان قصيدة ديال ألفريد دو فيني من أروع ما يكون ديال 19 سيكل حول حول المدرس كشخص كيمارس مهنة مقدسة، قصيدة رائعة جدا. كيقول لك اتونسيون، هذا الانسان اللي غادي يدخل عند مجموعة ديال العقول الصغيرة راه كيمارس اقدس واخطر مهنة. الان بسبب اننا خدينا المجال الاكثر قدسية وربطناه اننا خصنا نوظفوا به الناس، وهنا الفكرة اللي يهضروا فيها الاخوان، ليس ان التعليم ما كيعطيش الشغل، المشكل هو ان نعتبر التعليم مجالا لحل مشكلة العاطلين. هذا شيء خطير جدا، ان الناس كيتظاهروا في الشارع باش نقصوا منهم غادي ندخلوهم للتعليم. ايوا كيفاش عامل التكوين ديالهم؟ واش المهنه التعليم هي اللي بغاو يعملوا اصلا؟ واش عندهم هذه القدرات واش اطلاقا؟ فهذه من اخطر الاسباب ديال انحدار الجوده ديال التعليم، هو ان المدرس ما مكون شيء مزيان وخصو تكوين مكثف وبالتزام كبير. والقضية ديال أن التعليم مجال ديال التوظيف، هذه مقاربة خاطئة كليا وخطيرة. أنا كنتلقى مدرسون اللي قراوني، بعض فيهم قراوني في الستينات وفي السبعينات، وكنطرح عليهم واحد السؤال، ما هو الفرق بين التجربة ديالكم لما دزتوا في التعليم وقريتونا وكيفاش كتلاحظوا الآن؟ وفيهم اللي ولا مدير مدرسة، مدراء مدارس خاصة، وفيهم كل واحد شنو دار. كيقول لك حنا المهمة الأولى اللي كانت عندنا والهم الكبير اللي كان عندنا هو أن ندفع التلاميذ إلى القراءة وندير لهم علاقة قوية بالكتاب. كلهم كيقولوا نفس، ونجحوا في هذا الأمر. الآن كنتشكوا أن مشكلة القراءة تدني الناس، ما فهذا الجيل هذا كان عنده وضوح، فكانوا ناس وطنيين وعندهم مشروع وطني في المدرسة، ما كانوش عامرين بزاف بالمعلومات والمعطيات الكمية، ولكن كانوا كيعطيو واحد القدر بمنهجية بسيطة. اش قال لي واحد الشخص أستاذ سوري اللي عاش في المغرب منذ السبعينات ودرسني في الثانوي وكنتلقى به مرة قال بأن
في الفترة ديالنا حنا كانت الأمور بسيطة ولكنها منتجة. في الفترة الحالية هناك تضخم في التنظير مع ضعف المردودية، بمعنى كتلقى واحد الإنسان كيهضر لك في المناهج بواحد الشكل كبير ويتوسع فيها، ولكن تقول له يدير درس ناجح يقدر ما يديروش. إذن هناك تضخم في النظريات وفي التجارب وفي كذا مع ضعف كبير على المستوى المردودية. وعاد كنجي المعضلة الرابعة اللي هي موضوع ديال القيم. الأخت لطيفة هضرت على الصراع الهوياتي في المدرسة والتجاذب، أن المدرسة يعني ولات فيها تجاذب ديال السلطة والتيارات الإيديولوجية من يمين ويسار وتيار محافظ وكذا. ولكن أنا المشكل اللي عندي ماشي هاد الصراعات، كل واحد كل تيار باغي أن المدرسة تعطيه واحد نموذج اللي عنده في نظرية دياله. ولكن الخطير هو أن تكون المدرسة مجالا للتشظي القيمي، بمعنى للتناقضات، لزرع التناقضات. ولهذا في واحد الوقت كتبت رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية ونشرتها تقريبا 25 منبر، كنقول فيها لقد أصبحت المدرسة خطرا على عقول أطفالنا. كنا كانوا كيصيفطونا والدينا للمدرسة وهم مطمئنين أننا غادي نجيبوا أشياء ما عندهمش هما، دابا ولينا كنصيفطوا وليداتنا للمدرسة وحنا خايفين عليهم، ولما كيرجعوا كنبداو نناقشوا معاهم باش نشوفوا شنو جابوا من المدرسة، وما كيجيبوش دائما أشياء مزيانة، كيجيبوا أشياء خطيرة أيضا. وأخطر ما كيجيبوه هو الصراع اللي عندهم في العقل بين عالمين لا يلتقيان، والمدرسة كتصنع. عوض ما تخلق لي المدرسة في البكالوريا شاب وشابة ديال 18 سنة عندهم شخصية قوية، عندهم شعور بالتحرر الذاتي، وعندهم الفكر النقدي كذلك، العكس تماما. كنوصلوا الإنسان للبكالوريا وهو عايش صراع داخلي وقلق وما قادرش يختار، لأن المدرسة ما عطاتوش الأدوات التي تسمح بالاختيار، لأن القيم المدسوسة في النظام التربوي متناقضة. إلا بغينا ندخلوا المواد ديال الثقافة الأصيلة الدينية مثلا في المدرسة، خصنا نعرفوا أننا غندخلوا المدرسة العصرية. إذن لابد ما نخدموا عليها باش نلائموها مع أغراض المدرسة، ما يمكنش نخليوها خام كما هي في المدرسة العتيقة في سوس أو في القراوين، لا يمكن نهائيا، لأن المدرسة العصرية عندها فلسفة ديالها وعندها أسس. ملي كتدخل مادة دينية بدون ما تشتغل عليها باش تلائمها مع أهداف الدولة والدستور والمدرسة العصرية، شنو كيوقع؟ تنسفوا مواد أخرى. وراه وصلنا حتى ولينا خرجنا في لوموند، منين درس ديال التربيه الاسلاميه كيطعن في ماده في نفس المدرسه اللي هي الفلسفه، وكيقري الفلسفه اسس السفه والانحلال، بمعنى ولينا وصلنا في التناقض ان ماده تربويه تضرب ماده اخرى. كيفاش غيدخل هذا الاستاذ الفلسفه الى القسم ويلا خرج الاستاذ التربيه الاسلاميه قال لهم الفلسفه اسس السفه والانحلال؟ كيف يكون هذا الاحترام ديال التلميذ لي؟ فراه مشكل حقيقي وخطير جدا. انا هذا الموضوع خدمت عليه من 94 ديال القيم في النظام التربوي، وعملت تقارير كثيره ونشرت الكثير منها، وفي 2006 درت ندوه صحفيه جاو لها 34 ديال الصحفيين ومنهم الراحل خالد الجامعي اللي كتب مقال شديد اللهجه، لانني فرقت على الاعلاميين ملفات فيها الصور ولي فوتوكوبي ديال الدروس اللي كيقراو الاطفال، وتفاجات ان بزاف ديال الناس ما عارفينش حتى شنو كيقراو وليداتهم في المدرسه، وتفاجئوا. وكان منهم اللي تصدم خالد الجامعي. مسائل كانت يعني كتسال راسك شنو بغات الدوله الا كتقري الاطفال هذا الشيء شنو بغات. مثلا نعطيكم غير مثال، كان درس ذاك الوقت كان درس ديال الحدود، الدوله ما كديرش الحدود ولكن كتقري الاطفال الحدود وهي ما كتطبقهاش، قطع يد السارق والرجم بالحجاره كتقراها في 18 سنه 17 18 سنه التلاميذ. وشنو كتقول؟ لا شك ان هذه الاحكام قاسيه لكنها عادله، والسبب ديال استمرار الجريمه هو اننا كنديروا الناس في الحبس
ولا نطبق الحدود. طيب انا باغي نفهم هنايا الدوله المغربيه اللي ما كديرش هذيك الحدود شنو بغات من هاد التلاميذ يكونوا؟ ها هما غادي يكبروا غيتخرجوا وهما في راسهم. الدول اللي كتحترم راسها كتقري الوليدات ديالها داك الشيء اللي كدير كاختيارات كبرى. علاش؟ باش يكبروا كمواطنين كينخرطوا في مشاريع الدوله. هذا هو المطلوب. الحدود ما كيطبقوهاش المسلمين ما كيقريوهاش الاطفال. هذا مثال بلا ما نعطي العشرات الامثله. ولكن بما انكم كتهضروا على التطور السلمي الاشعري طرح سؤال على هذا المستوى. هذا كاين خطوات ديال التقدم. الى خدينا من 2002 لدابا في المرحله ديال الملك محمد السادس تقدمنا وتنقحات المقررات الدراسيه ودرنا خطوات، ولكن باقى عدد كبير من المضامين تتعارض مع ضمين دراسيه اخرى، وهذا شيء غير مقبول بالنسبه انا. بالنسبه لي كخريج كليه علوم التربيه وكبيداغوجي واستاذ ممارس ديال التعليم لا اقبل التناقضات في المدرسه. نقدر نقبل ان قيم نبدلوا الجسور باش نخلقوا واحد الوعي ممكن، ولكن التناقض غير مقبول لان ماشي مجال ديال التعليم. القضيه ديال اللغات بغيت غير نزيد واحد المساله. الكلام اللي قال سي منجيب لما اعطى الامثله من لغات محليه فشلت في التعليم. علاش؟ لان لما كنعطيو واحد المهمه للغه معينه وما عملناش لها التهيئه باش تمارس ديك المهمه النتيجه هي الفشل الذريع. تصور دابا نديروا التعليم ديال العلوم بالامازيغيه، دابا شنو غتكون النتيجه؟ الفشل الذريع، لان هذه اللغه غير مهيئه، كانت خارج المؤسسات والمسار اللي تقطع ما وجدهاش باش تقري العلوم. يلاه وجدها باش تقرا كلغه باش يتعلموها الناس. التعريب ديال العلوم، اتحدى شي واحد يقول لي بان المجهود اللي تبذل في اللغه العربيه من اجل تهيئتها كلغه لتمارس تلك المهمه هو مجهود كافي؟ ابدا، لا في المعاجم ولا في. الدكتور العروي اعطى ملاحظات كثيره حول نسق العربيه، النسق اللسني، المورفولوجي والنحو وكذا، بان خص امور تغيير. وهجموا عليه الناس قالوا انت باغي تمس بواحد اللغه مقدسه الى اخره. فصحيح انه لغات محليه من باب العاطفه الوطنيه غادي تدير، ولكن ما غاديش تنجح لان خاصك تقطع واحد المسار كبير في التراكمات العلميه الرصينه اللي تجعل ديك اللغه قادره على ان تؤدي اذا المشكل ليس في اللغه، المشكل ليس في العربيه الا فشلنا في تعريب العلوم، المشكل في العقل الذي يدبر شؤون العربيه ما دارش ما يلزم لجعلها لغه كتوصل للعالميه وكتواكب البحث العلمي عالميا. واحد المعضله هضر عليها السي عبد الحميد بغيت لان عانينا منها كثير في الحقيقه وفيها كوارث، وكانت موضوع خطاب ملكي ايضا، لان كنتذكر ان الملك كان تكلم في خطاب حول ان وزير كيجي وكيمحي كل ما سبق وغادي يبدا من جديد. هذه كارثه حقيقيه. لا توجد تجارب ديمقراطيه في العالم لم تبني على التراكمات الايجابيه. بمعنى كاين واحد التراكم حققناه مع واحد الوزير فيه الصالح والطالح، هذاك الشيء اللي صالح كنبنيو عليه باش يستمر، خص تكون واحد الاستمراريه. ولكن باش نرجعوا كل مره الى الوراء والتراكمات اللي كنعملوا ما كنبنيوش عليها، هذا نوع من العبث اللي ادى بنا للدوران في حلقه مفرغه. قضيه الكم، ما كنهضرش على الكم هنا، عدد الطلبه او التلاميذ، الكم في المقررات الدراسيه هو كارثه حقيقيه. علاش؟ لان التلاميذ كيفاش كيقراو دابا وشحال كيقراو وشنو كيقراو بلا ما نهضروا على من كيخرجوا من المدرسه وعندهم لي دوفار وعاد الدروس، هذا نوع من الجنون. فنلندا في 2019 كانت هي الاولى، وسنغافور هي الاولى في كنعتقد 2022، والنرويج كانت قبل ذلك. الا درسنا هذه الانظمه اللي كانت الاولى في العالم في التعليم غادي نلقاوها كلها عندها واحد الخيط مشترك، وهو انها ما كتعولش على الكم الكثير فيما يتعلق او شعر في المقررات وكذا او شحن التلميذ، العكس تماما النوعي. ثم شنو تعلمنا من الماركسيه؟ احنا اللي ماشي ماركسيين
تعلمنا منها درس مهم جدا، وهو أن التراكمات الكمية تؤدي إلى تحول كيفي ونوعي. ولكن باش تؤدي لك التراكمات الكمية إلى تحول نوعي ما خصهاش تكون هي الهدف أو هي الغاية، لأن في هذه الحالة كتبقى كتضيع الشتات ديال الكم المعرفي غير المنظم وغير الممنهج. في اعتقادي أن من بين الحلول اللي يعني مقترحة هو الخروج من النماذج الفاشلة والتأمل في النماذج اللي نجحت مع تبيئتها عبر الدراسة العلمية، أننا العناصر اللي فيها نلائمها مع السياق اللي احنا كنعيشوه، ويكون عندنا هذه القدرة على الاجتهاد وعلى الإبداع في المناهج ديال التربية باش كنستفدوا من أجود ما وصلت له الإنسانية، ولكن في نفس الوقت كنعرفوا ما يمكن أن يجعلنا ننجح في بلدنا وما ليس ممكنا. ولكن هذا الشيء كله يعني بدون إرادة سياسية غيكون صعب، وفي اعتقادي أن بعد هذا المشكل المدرس خصنا نشوفوا له حل باش يكونوا عندنا مدرسون يدرسون بشكل جيد، تكون عندهم معارف. راه السيناجي ربما كيتذكر هذيك الدراسة الدولية اللي كانت تقييم ديال المستوى المدرسين وذاك المستوى المتدني اللي أداء أساتذة ديالنا وأستاذات ما عندهمش إلمام بالمادة اللي كيدرسوا واحد المستوى. فإلى ما عندهمش إلمام بالمادة اللي كيدرسوا وعاد الثقافة العامة ديالهم كارثية، كيفاش وراكم كتذكروا الأساتذة ديالنا كيفاش كانوا، علاش كانوا كيحببونا في القراءة؟ لأن كانت عندهم ثقافة عامة كيعطيونا أشياء اللي كيشهيونا أننا نمشيو نطلعوا على المنبع ديال هذيك المعطيات. وأنا كنعتقد أن إلى قدرنا يعني نخلقوا مدرس مكون بشكل جيد، ولكن تكون عنده هذاك الشعور الوطني اللي كان عند الجيل اللي قرانا احنا، واللي ايضا حتى عندنا احنا لما كنا كندرسوا، انك كتدخل القسم وبغيتي واحد المجموعه ديال العقول تجعلها كتخدم بلد او كتخدم وطن. هذا الشعور الوطني خصنا نقويوه عند الاساتذه مع التكوين المهني بطبيعه الحال الجيد. اكتفي بهذا القدر وشكرا جزيلا. انا بسرعه نشكر اولا الصديق عبد الناصر على هذا العرض القيم اللي قدم لنا، وفي الحقيقه عرض غني بالمعطيات وبالتحليلات، كيطلب نقاش طويل في مجموعه من المحاور اللي قدمها. انا عندي جوج ديال بنرجع لجوج النقاط الاساسيه. النقطه الاولى، ربما الجميع قالها، نأكدها مرة ثانية، لأن في الحقيقة أهم مكسب من ضمن المنجزات في هذا المجال، المنجزات القليلة في هذا المجال ديال التعليم، الإصلاح التعليم، هو أن ترسخات بشكل تدريجي في أذهان الفاعلين أن إشكالية الجودة هي غاية ومدخل لهذا الإصلاح. ومن خلال هذا العرض تبين ان هذه الاشكاليه الجوده يمكن لها تكون هي المدخل، لان ملي كتبدا بمساله الجوده عندك كتلهم هذه الخلفيه ديال الجوده، راه كتقارب الاصلاح ومحاور الاصلاح بشكل مختلف. وطبعا المؤشر المهم جدا المعبر في هذا المجال تكلم عليه السي ناجي نرجع له، وهو هذاك المؤشر ديال الدولي ديال عن فقر التعلم، مؤشر عن فقر التعلم، والرقم ديالو مهيد، عندك ثلثين 66% ديال الأطفال 2022، ثلثين تقريبا ديال الأطفال اللي عندهم اللي في نهاية السن الدراسة الابتدائية 10 سنين ما كيتحكموش في القراءة. وحين نقول أنهم ما كيتحكموش في القراءة ماشي ما كيقدروش يقراو، ما كيفهموش داكشي اللي كيقراو. فبعبارة أخرى احنا أمام واحد المفارقة غريبة، بحال اللي ربحنا كسبنا رهان محاربة الأمية عند الأطفال بدمقرة تستمدرس، وقابل هذا المحور الأمية استفحال ظاهرة الليتريزم
اللي تخيز من هي تقرا وما تفهمش داكشي اللي كتقرا. هذه فريمون هي العنوان العريض ديال هذه المرحله اللي حنا فيها كنطو. النقطه الثانيه هي هذه المساله ديال الاراده السياسيه اللي كنجبدوها دائما. انا عندي تحفظ كبير في القضيه. انا كنتفق مع الاخوان على هذه القضيه ديال الاراده السياسيه، ولكن خصنا نتقدموا في تفصيل ماذا نقصد بالاراده السياسيه. هل نتوفر على القاعده المؤسساتيه اللي غنبنيو عليها هذه الاراده السياسيه، اللي غنفعلوا بها هذه الاراده السياسيه؟ انا كان بودي في الحقيقه كان يمكن نديروا هذا اللقاء نوضعه تحت عنوان ما هي المراجعات الجذريه الذي يقتضيها اصلاح التعليم. نبداو من الاول بالمراجعات، لان كاين واحد التضخم بحال اللي قال سي عصيد. احنا عندنا ولينا اخصائيين في النقاش حول المبادئ والرؤى الاستراتيجيه وسير عليك والقوانين الاطار كاع داكشي اللي عمومي ونديروا عليه الاجماع ونجيبوا التلفازه والرؤيه التشاركيه، غير كندخلوا في تفصيل الاشياء في تصريف هاد التوجهات الكبرى هاد المبادئ اللي حنا مفروض اننا متفقنا عليها كيوقعوا في المشاكل. فكنظن كنا كاين واحد التضخم كبير في هذا المجال. دابا الرؤيه متفقين عليها، عندنا المشكل ديال التصريف، لان الرؤيه ما كتصاحبهاش واحد الوجبه جاهزه، ما عندناش المود دومبلوا ديالها، وكل واحد جاب ان مود دومبلوا كيجيب المود دومبلوا ديالو. دابا الحكومه الحاليه عندها مود دومبلوا، جات قالت لك اودي عندك الرؤيه عندك الاطار مزيان، انا بغيت نتحاسب سياسيا ما نتحاسبش على هذه الرؤيه. هذه رؤيه دارت وعلى اجماع وطني وهادشي ماشي مشكل، هذه قاعده عمل. انا بغيت نتحاسب سياسيا على خطه عمل على ورقه الطريق 2022 2026، ها هما المحاور ديالها وحاسبوني على هذه. طبعا يمكن نناقش معها، ولكن انا كنظن ان كل حكومه خصها تجي مخطط ديالها لتصريف هذه الرؤيه اللي حنا مفروض اننا نتفق. طبعا بخش الورقه الطريق تكون متناقضه مع 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 الرؤيه الاستراتيجيه، والا علاش هذه الرؤيه؟ ولكن لا عرفتوا لا كاين قانون اطار. لا ولكن انا متفق معك مبدئيا ان كاين قانون اطار وخصو يخرج منه. خصنا نتفقوا اما غنخدموا بهذه القاعده ديال القوانين الاطار في هذا المجال، وغنخرجوا التربيه الوطنيه من نسق المؤسساتي ديال المسؤوليه السياسيه. بالتالي خصنا عندنا قانون اطار، نحيدوا الوزاره نديروا اجونس. اسمح لي اجونس، والاجونس غتطبق القانون الاطار وتخرج المراسيم ودير كل شيء. والا انا جيت حكومه جديده درت قانون اطار، هذاك القانون الاطار ما باغيش نخرج انا ذاك المرسوم، باغي نخرج مرسوم اخر. لا عندي الحق انا لا ولا نلغيه. لا المهم ولا نلغيه، ما نتفق معك. لا ما بغيش انا الكل يكون مسجون بقانون الاطار. القانون الاطار خصو يكون مهم. انا كنبودي انهم يشرحوا علاش ما طبقوش القانون الاطار. يجيو سياسيين البرلمان يقولوا اودي هذا القانون الاطار حنا غنديروا منه هاد، ناخذوا منه هاد المراسيم، هادو ما غنديروهاش، وبغينا ناخذوا توجه اخر في هذا المدى. ها علاش؟ يشرحوا. ماشي هما شنو داروا؟ جاو داروا وتهربوا، ما تكلموش بحال الا سميتو. نعم لا 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 باش التحسين لتحسين المسلسل. اوكي متفق معك، ولكن احنا عندنا اليوم هذا القانون الاطار درناه، وعندنا نسق سياسي مؤسساتي ما دخلش. خصنا نتفقوا شنو بغينا، واما هذا القانون الاطار يتفرض فبالتالي ما بقاتش سميتو الهامش السياسي الا في ابتكار اساليب في اطار هذا تفعيل القانون الاطار، والا نخرجوه من النسق. ما نبقاوش حنا في هذه اللعبه ديال واحد كيقول قانون الاطار، الاخر كيقول لا ما فصلتيش. لا ما عندناش الوقت لهذا الشيء. هذا احنا عندنا دابا اليوم ماشي دابا كنتكلموا على التشاؤم، احنا عندنا جيل كله طحينا به. دابا الجيل الحالي اللي في المدرسه عندنا منصورون، واخا دير اللي درتي، واخا يجي وزير بالاراده السياسيه اللي يبغى باش يصحح المسار
وتعطي الاكل هذاك الاصلاح يعطي الاكل دي يعطي الاكل ديالو فين هذا الجيل مشى ما خصنا نفكروا في الجيل المقبل دونك الاصلاحات كلها اللي غنديروها اليوم غتعطي الثمار ديالها ابسوليومون بوغ الجيل المقبل هذا من المسلمات انا هذه القضيه اللي قلتي زعجتني بزاف ولكن حيراتني هذه القضيه ديال انعدام الاراده ان انتاج النخب ان المغرب مخلي التربيه الوطنيه والقطاع العام ومخليها هكا لان ما معولش ما مرانش على النخب اللي غتخرج من هذا القطاع العام وبالتالي مخلي بحال هكا الله العلو انا الطرح هذا ولو انه يكون انا كي بصراحه كيرعبني زعما حاجه اخرى لا 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 ماشي نعرفوا اللي قال القضية اليابانية اللي قلتها ماشي بنيتي على العروي عروي اللي قال ملي مشى اليونسكو استدعاتو باش يكون ضمن واحد اللجنة ديال الخبراء ديال 20 ولا 25 واحد وسمع العروض ديال الناس من الهند من سنغافورة من الدول المختلفة استقل من اللجنة لأنه قال أنا ما عندي ما نقدم قدم هاد الناس على واحد التعليم في المغرب اللي ما عنده علاقة بهادشي اللي تهضروا في هاد الناس هذا أما المسألة ديال الإرادة السياسية أنا اللي تنقولها ودائما تنقول لك الإرادة شنو هي الإرادة السياسية الرغبة ديال الدولة تكون عميقة ولا سطحية ولا هي اللي ماشية ولا واحدة أخرى في أن تجعل من التعليم هي القاطرة هل تقول الأدبيات لما يريده المغرب ماشي هو لا التنمية ولا المواطنة ولا لوجود الوظيفية المعرفية ديال ذلك يعني هذا الشيء المشروع المجتمعي غايب وحتى لما توجد تنتحيلوا عليه ونحتويوه باش يغيب حتى لما توجد وعندنا أمثلة لما يكون لقاء آخر نجدوا الأمثلة كلها من 99 على الأقل مدام عصيد ذكر الأشياء الإيجابية اللي تحققت ولكن هي أكبر تناقض ترى في البرنامج ماشي المنهج في البرامج ترى في عهد محمد السادس تناقضات كبيرة اللي شدناها راه ما طلعش قبل كانتش تسربات طرات في عهد محمد السادس للمرأة البرامج بس صباح الحرب ما بين تيارات او توجهات لا انا نختم فقط باش نقول ان النقاش خصو يصب عن اولا العوائق تفرز الموضوعيه كيف ما كانت تطرح ثانيا الاجوبه وبالتالي المراجعات التي تقتضيها هذه الأجوبة هذه للوصول إلى ما نريده. إذا ما كانش ما النقاش ما تطرقش لهذه المواضيع راه غنبقاو في عموميات وغنقولوا بأن هاد سميتو الرؤية الاستراتيجية ولا القانون راه عاطيك واحد التصور ديال المجتمعي وهذا وهذا الشيء كله كاين وهذا وهذا وحنا كلنا متفقين على أننا بغينا أن المدرسة تكون هي القاطرة ديال التنمية الإنسانية تكون داكشي كله متفقوا عليه في المبدأ. إذا بغينا نعرفوا واش حنا مختلفين في بعض الاشياء خصنا ندخلوا في التفاصيل ديال التفعيل فقط. شكرا لكم جميعا على حضوركم في الواقع هذه الندوه ديال اليوم هذا النقاش ديال اليوم يعني بينا مره اخرى ان عندنا مشكل تتعلق بالاصلاح ماشي فقط في التعليم عندنا موضوع يتعلق بالإصلاح وبغيت نقول لإخوان المشاركين في نادي الحوار أن من بين المقترحات اللي عندنا هو نخصو واحد النقاش حول الإصلاح حول يعني الفكر ديال الإصلاح في المغرب كيفاش مشى كيفاش هذا وعلاش هذا التعثر ما نقولش الفشل علاش التعثر ديال الإصلاح في قضايا كثيرة وعلى رأسها الشيء اللي كيشيروا ليه بعض الإخوان على رأسها الإصلاح السياسي نفسه لأن تنظن بأن كثير من الإصلاحات تحققت في أنظمة سياسية ماشي ديمقراطية ماشي
ولكن كان عندها واحد المناخ سياسي يساعد على استنباط الإصلاحات. وحنا ربما كانت عندنا مخاض ديمقراطي أكثر حيوية من بلدان أخرى، ومع ذلك ما نجحناش في عدد من الإصلاحات. إذن إلى نقاش آخر حول جودة المناخ السياسي وجودة الإصلاح. شكراً.